برسم اكلمهم يا شعيب انا ما نحكي لك كلمهم خليه يخدم اوكي نعمل عليك عشان لا انا معك ساعه ما تنسي لا باش بقى نسيبوك مشاهدينا الكرام وفي الرياضة أهلا وسهلا بكم عبر موقع نسمة السبور الذي يؤمن النقل المباشر احتفال يعني نادي البنزرتي بتسعينية احتفال يعني جاء عن طريق برنامج اللي بدأ ممكن بالكرنفال اليوم باش يتم إجراء مباريات في الملاكمة باش نراو يعني مباريات عديدة فيها بنات فيها الأولاد هذه يعني طريقة نادي البنزرتي في احتفاله خليكم معنا ذاك علاش يعني باش نبداو خاصة منذ البداية باش ناخذوا معنا صحفي كذلك لهنا اللي حاضر يتابع هذه المناسبة وحاضر في مسرح ملعب البصيري سي الحبيب العربي أهلا وسهلا بك حطنا في الإطار في هذا النقل المباشر للملاكمة اللي باش نبدا بعد شوي أهلا وسهلا تحية ليكم إذا النادي البنزرتي يحتفل بتسعينيته اليوم هو الحقيقة منذ تاريخ نهار 12 جويليا كان موعد الاحتفال بالتسعينية يعني اليوم عنا 90 سنة وزدنا عليهم شوية أجرة والمناسبة هذه عزيزة وغالية على كل بنزرتية على كل أحباء الرياضة في جهة بنزرت والمناسبة هي إقامة هذه الاحتفالات كانت دار دورة في كرة اليد في السابق وكانوا شاركوا فيها عديد الجمعيات من داخل الجمهورية واليوم المناسبة الثانية الكبرى الجماهيرية كتشوف الجمهور معبي المدارج متاع ملعب البصيري في بنزرت اليوم المناسبة هي مناسبة ملاكمة 12 مقابلة كاملة بالتمام والكمال اللي نعم سمحني قطعت خلنا نبدأ في النقطة هذه قلت لي الملاكمة قبل كانت ممكن عندها الإشعاع متاعها ما يخذ هذا أكثر لكن اليوم غابت شوية النجم يقولوا في سبيط عميق ما بين قوسين حبيتوا يعني إحياء لهذه الرياضة دمجتوها يعني في برنامج التسعينة بالفعل إذا كان ثم شخص أو طرف حقيقة يستحق أنه باش نقول له شكرا هي لجنة تنظيم التسعينية هذه والملاكم السابق أساسا خونا توفيق دلالة هو المنسق أو هو المهندس متاع الاحتفالات هذه في مادة الملاكمة هذه اللي حقيقة أعطاونا فرصة باش اليوم الشباب هذايا الصغير اللي ما خلطش على قبل على كمال بوعلي وما خلطش على قبل على بالحسن على طاهر بالحسن وما خلطش على ملاكمين أخرين سابقين هذوما اليوم مناسبة باش يتفرجوا في الملاكمة والجو اللي فيها وقت تسمع شوف الأجواء محلاها أنت ممكن أكبر منا يعني خاصة الشباب متعطاوة اللي يجهل الملاكمة كانت ناس في الليل تسهر بالذمة باش تفرج في الملاكمة وفي المشويات بالفعل هو الحقيقة وقتها كان المرحوم محمد علي كلاي هو اللي أعطى صورة أخرى للملاكمة وحبب الناس الكل داير حبب الأمة الإسلامية الكل في الملاكمة تعرف كان يلعب في مبارياته ماضي ساعتين وماضي ثلاثة متاع الصباح بتوقيت تونس اللي هي في أمريكا تبدأ أول السهرية وكان الناس تقوم من ديارها تلافس ما كانش موجودة برشا كانت موجودة كان في القهاوي يعني على حي شعبي كما نحن في زرزونة وكان الزرزنية الكل يخرجوا من ديارهم ويمشيوا للقهوة
باش يتفرجوا في مباريات محمد علي كلاي. تلقاهم التفاعل محلاه، الناس كل قهوة مليانة والعبيد، وبعد ما توفى المقابلة ويروحوا تروح هزيج وغناء، وساعات تسمع حتى تزغريت من الديار، من بعض الديار اللي عندهم تلافز. يعني كانت أجواء ممتعة جدا جدا جدا. ثم بعد ذلك جاءت الملاكمة التونسية اللي شاركت في الألعاب الأولمبية، وكان عنا قلحية أول واحد متحصل على ميدالية في الألعاب الأولمبية تونسي بطبيعة الحال، كيف وكيما الجمودي كيما نتفكروا. يعني حقيقة كانت أمور جميلة برشا في مادة الملاكمة. يعطيك الصحة، كيما كنا يعني نسمعوا في الأستاذ والصحفي نجم يقولوا الحبيب العربي اللي رجعنا بالتاريخ شوية ورجعنا لأيامات محمد علي كلاي، أيامات برشا ملاكمين في تونس اللي ممكن الجيل الجديد اللي ما يعرفهمش أو زادة باش نعملوا مراوحة يعني في هذا الاحتفال، هو احتفال بيتم معنا الكريم. ومشكورين كل يعني الأعضاء اللي هنا منظمين هذا الاحتفال، احتفال التسعينية النادي البنزرتي. السي توفيق بن دليلة ملاكم سابق منظم هذه الدورة، مسؤول في بطل تونس. رجعنا للتاريخ، نرجعوا للسبعينات ونعرفوا الملاكمة اللي ممكن ما خذتش حظها توا، لكن نوعا ما في كل مرة وقاعدين راو في اللمسات اللي هي عندها دور كبير، اللي ترجعنا تفيقنا، اللي ممكن حتى الجيل نتاع توا مركز مع كرة القدم لكن يجهل الكثير على رياضة الملاكمة. بارك الله فيك على معناتها التقديم هذا، وبصراحة معناتها في المحافل الدولية وفي المحافل الأولمبية بالأدرب وتونس معناتها ما يترفع كان بالألعاب الفردية، والألعاب الفردية الوحيدة معناتها اللي قاعدة فيها تراجع، وخاصة الملاكمة والفن النبيل اللي كان معناتها إن شاء الله نرجعوه كما كان كما بكري. يعطيك الصحة، نبقاو مع النشيد الوطني التونسي احتفال بالتسعينية ثم نتمم التعليق. بعد لحظات يعني باش نتم الاستماع للنشيد الوطني التونسي، الجمهور قاعد يتفاعل ممكن مع هذا الاحتفال، مع هذا العرس النجم نقولوا عرس الملاكمة هذه الرياضة النبيلة اللي يعني نرجعوا بالتاريخ ايامات محمد علي كلاي كما قلنا، والعديد من الملاعبين وعديد من الملاكمين اللي ممكن تو موجودين، خاصة كيقولوا هوية اللي هو يعني من ابن بن عروس في رياضة الملاكمة، كنا تابعناه كذلك في مساكن وكان كذلك نقل مباشر، نفس الشيء اليوم قناة نسمة وموقع نسمة سبوري وأمان هذا الاحتفال بالتسعينية. نشيد الوطني التونسي. تحيا تونس، يحيى الزيابي. تسعينية النادي الرياضي البنزرتي مباشرة من ملعب البسيري، لكن في ملعب البسيري اليوم تم تخصيص ركن للملاكمة، فما حلب قاعدين يعني تابعوا فينا، فما جمهور كذلك يساند يعني هذه الرياضة. أول مباراة باش ينطلق بعد لحظات في اختصاص الإناث بين نيال المي من وحدات التدخل ونورس التركي من السيابي ممثلة النادي البنزرتي. تنطلق الروندة الأولى وتنطلق المباراة الأولى، بديناها بالإناث وهذا تشجيع لهذا الاختصاص. بالطبيعة إن شاء الله معناتها نطوروها الملاكمة، ومعناتها فرصة باهية اللي دخلت فيها الإناث باش نوريهم الملاكمة ماهيش مجهولة معناتها للعنف، مجهولة زادة للإناث، فهمني، باش يشاركونا وباش يحسنوها، فهمني، ويعطونا التقنيات اللازمة اللي هي ماهيش توجع برشا، فهمني، باش الناس ما عادش يخافوا معناتها، ما يحسبوش البوكس اللي هو انيكمون تاع عباد فروستري معناتها فوشي واللي تري، فهمني، تاع عباد معناتها مثقفين وصلوا والغاية معينة في الثقافة، فهمني، وخدموا وعملوا طاقة كبيرة، وهذا أحسن وجه اللي احنا نكونوا نمثلوه. السي توفيق بن دليلة برشا يقول لك بوكس ماشي باله يعني ضرب وعنف، ويعني اللي يجهلوا بطبيعة اللعبة هذه ويجهلوا هذا الفن النبيل.
بالعكس هو فن نبيل، فيه معناتها شطحه سبيسيال، فيها تكنيك سبيسيال، معناتها كي تتفرج وتتذوق معناتها تعمل عليها كيف، بالعكس شيخ عليها، وخاصه فيها الاناث معناتها تنحي الفكره نتاع البكري اللي ماخذين فكره على البوكس اللي هو نتاع الزوفره، هو مش نتاع الزوفره، معناتها الملاكمه هي نتاع عباد الفن النبيل يقولوا له، فهمني، تعرف تلعب وتعرف تفنن، الناس شيخ عليك يبدو ساهرين بكري كما قال سي العربي، فهمني، كنا نقوموا الاربعه نتاع الصباح باش نفرجوا في كلاي، فهمني، كنا شيخين نعملوا كيف، فهمني، وان شاء الله معناتها الناس تفهم مني وتشجع البوكس هذايا ونرجعوه بطرف طرف كما كان في السبعينيات. يعطيك الصحه، مشكور سي توفيق بن دلاله ملاكم السابق وكذلك منظم هذه الدوره وهذه يعني التسعينيه النادي البنزرتي. قاعدين يتابعوا فينا الماتش الاول، المباراه الاولى، الرونده الاولى انطلقت في صنف الاناث بين كما قلنا يعني نهال المي وحديث التدخل ونورس التركي لاعبة السي بي او ملاكمة يعني نادي الرياضي البنزرتي. الروندة الاولى مشات توفيت راحت بالجزائري، مازالوا زوز روندات، كل روندة تقعد دقيقتين بالنسبة في اختصاص الاناث، ومازال تكون مباريات فما في الذكور كذلك بعد لحظات، فما زاد الصغر، فما واسط، وفما اكابر. هذه كما قلنا يعني الرياضه، وهذه يعني وهذا هو يعني بالاحرى الاحتفال للسيابيه الروند الثانيه كما راهو يعني في تحكيم المباراه يعطي حاليا ضربه البدايه. الروند الثانيه كما قلنا في اول مباراه تنطلق في صنف الاناث، وهذه حاليا حاول بلاكما من نهال المي قاعده تضغط، قاعده تحاول بالقبضة الحديدية تربح النقاط. قاعدين نشاهدوا حاليا في لكمات مسترسلة، لكمات مستقيمة، تحاول يعني تأثر، تحاول تأثر يعني في الملاكمة نورس التركي. نهال قاعدة عندها قبضة، عندها ما تقول على روحها، عندها ما تقول على روحها وعاملين عليها كيف، فهمني، وهك تراو معناتها من القبيلي قاعدين يلعبوا، وحتى بوكسوز معناتها مش متقلقه، معناتها قاعدين يعملوا في لكمات وشطحات، فهمني، شيء يعمل كيف، فهمني، ان شاء الله ان شاء الله نواصلوا المنوال هذايا، ان شاء الله نشجعوا الملاكمه خاطر وقعت فيها تراجع كبير برشا ونسوها كومبليتمون وقت اللي كانت بكري السبعينيات كلاسي لا بروميير قبل الفوت، كنا نمشيو لمنزل رقيب على السقينه باش نتفرجوا في الملاكمه. يعطيك الصحة على هذه المعلومات، وهذا يعني هي التسعينية، هذاك علاش مشاهدينا الكرام وفي الرياضة عبر موقع نسمة سبور الذي يؤمن النقل المباشر، حابين نرجعوا للسبعينات، واكتشفنا حتى هنا في التعليق يعني اسماء اللي كنا نجهلوها البرشا، يقول لك البوكس، يقول لك محمد علي كلاي، ناقفوا غاديكا، لكن فما اسماء عديدة. إذا ممكن تعطينا اسماء اللي خاصة في بنزرت اللي تعرفوا في رياضة الملاك. في بنزرت فما كان منجني، فما كان دوره نتاع عبد الحميد المرموري هذه نتاعو الله يرحمه، كان عبد الحميد بن دلاله ان بون تكنيسيان وصل حتى لروسيا بروفيسيونيل، كان حبيب العياري شامبيون دو تونيزي، كانت نخبه باهيه معناتها في السبعينيات، بعدش احنا اخذين عليهم معناتها روليف ووصلنا في المنوال هذاك، زاد خرجت ابطال وصلنا باهيه معناتها من الملاكمين، كان محمد بوي، كان توفيق بوي، كان متيجي، كان عز الدين عداد، كان توفيق الباجي، كان محمد الذوادي، كنت انا فهمني، كان زكريا فهمني وصل البروفيسيونيل في ايطاليا فهمني شامبيون دوروب فيناليست، معناتها كانت نخبه باهيه، ما نعرفش علاش وقع تراجع كومبليتمون، معناتها انا نحب نرجعوا 180 ديجري في التراجع هذايا، وان شاء الله ننجح وان شاء الله الناس تفهمنا وان شاء الله ما يرجع البوكس كما كان عام الجوبيكي، خاطر الناس فدت من الكره وفدت من الرياضه جي كوليكتيف. يعطيك الصحة، مشكور على هذه الإيضاحات سي توفيق بن دلالة ملاكم سابق وكذلك مسؤول على هذه نجم نقولوا تسعينية النادي البنزرتي. الروندة الثالثة مشات توفيق، رينا نساق، رينا لكمات مسترسلة مستقيمة خاصة في هذه المباراة الأولى كما قلنا في الفتيات بين نهال المي جمعية وحدات التدخل ونورس التركي لاعبة النادي البنزرتي. شكون الفائز تولى باش نكتشفوا يعني مع الطاقم تحكيم المباراة شكون اللي فاز بهذه المباراة. حاليا الجمهور كما تراو فيهم يتصفق على زوز على نهال المي ونورس التركي، ورينا حتى الجمهور تفاعل استمتع بهذه المباراة الأولى كما قلنا في صنف الفتيات. نهال المي
ريناها مسيطرة، وهذا منطقي جدا يعني ليه يعني باش تفوز بهذه المباراة. لحظات يعني باش نتابعوا كذلك في صنف الذكور اداني ايوب العياري لاعب ملاكم النادي الرياضي البنزرتي في مواجهة احمد الترابلسي عن جمعية فرقة التدخل. اجواء على العال تعمل الكيف لنا في البصيري، في لنا في نجم يقولوا هذه الرياضة اللي رجعوها يعني بالنسبة لمسؤول نادي البنزرتي حبوا يعني يعملوها كلفته جيست مزيانه برشا، خاصه وانه يعني البرنامج كان فيه كرنفال احتفالي بشوارع مدينه بنزرت في 11 جويليه. رينا زاده دوره وديه لقدماء كره اليد في قاعه بلكحل بنزرت في 14 جويليه، وكذلك حفله موسيقيه دوره جويه في كره القدم. شهر سبتمبر تم تخصيص هذا اليوم لتنظيم يوم يعني للملاكمه. تنظيم الملاكمه هذايا احنا تعبنا فيه برشا، اما قررنا معناتها باش نعملوه بمناسبه التسعينيه، وجبنا برشا ايكيبات معناتها واحد تتدخل منزل بورقيبه زوز ايكيبات سي ابي نادي الرياضي البنزرتي ماتر سجنات بيجا معناتها جو حافل برشا وبرشا ملاكمين وجو كبير برشا في الستاد، والحمد لله نجحنا فيها الدوره هذيا وقدرت ربي ننجحوا من حسن الى احسن ونعطيهم فكره للعباد فهمني ويرجعوا كما كنا بكري ان شاء الله بشويه بشويه ان شاء الله. كما قلنا يعني هذا نقل مباشر لهذا الاحتفال، احتفال بالتسعينيه، احتفال بالنادي البنزرتي. هذا الفريق يعني كبير اللي عنده بطبيعه اسمه وعنده باع وذراع خاصه في تونس، وكما تراو يعني على الصوره جمهور السي بي يحتفل مع الملاكمين نتاعو، يحتفل مع الملاعبيه نتاعو مع الملاكمين كما قلنا يعني لميداي اللي باش يتم يعني تسليمهم في قادم اللحظات، اللي باش يفوز باش يتحصل على ميداليه. المباراه الاولى كما قلنا مشات وفات راحت، رينا فيها ثلاثه رونديت وكان اول انتصار لنهال المي عن جمعيه وحدات التدخل. حاليا باش نراو مباراه في نورس التركي ونهال مي، نهال مي من وحدات التدخل ونورس التركي من النادي الرياضي البنزرتي. ان شاء الله نكونوا في الانتصار ديما. يعني بالنسبه اليوم باش نراو على العديد من المباريات في مختلف الاصناف، فما الاصغر فما الاكابر فما الاداني جميع معناتها المستويات. خلينا نرجعوا يعني شويه بالنسبه لتاسيس النادي الرياضي البنزرتي، يعني في 1928 بطبيعه 12 جويليه يتعاطى نشاط رياضه كره القدم، بداوها بانجازات عديده خاصه يعني كي نرجعوا باش نحكيوا يعني انه الفريق هذا استطاع يعني في 1988 الفوز ببطوله كاس ابطال الكؤوس الافريقيه بتغلبه على نادي يعني راتشيرز النيجيري، وكذلك كانت تحصل على مستوى يعني البطوله التونسيه 1945 على البطوله 1946 نفس الشيء 1949 1984 يعني اربع بطولات يعني في تونس، كما احرز على كاس تونس في 1982 1987 و2000 يعني، وتحصل زاد على كاس ابطال الكؤوس الافريقيه نسخه 1988. هذا هو تاريخ النادي الرياضي البنزرتي، وتنرجع زاد نحكيو على اسماء خاصه في كره القدم اللي ما زالت تو راسخه في نجم نقولوا اذهان جماهير النادي البنزرتي. في ما بالنسبه لرياضه كره القدم معناتها فما عندنا عده كؤوس وعده القاب كما قال زميلنا في معناتها المنشط زميلنا فخري برشا القاب وبرشا اسماء كما علي مفرج كما حمده بن دولات كما المي كما شلوف هذوما قعدوا في الاذهان معناتها هزونا برشا القاب كما البكور من زرزونه فهمني هذوما عده القاب هزونا. هاو نزيدك اسماء، هاو انطلق حاليا الماتش، انطلقت الروندة الاولى في مباراة الملاكمة. دائما مشاهدينا الكرام اللي قاعدين يتابعوا فينا في هذا النقل المباشر يعني نهال المي في مواجهة نورس التركي، نزيدك اسماء استاذ
فما مغترب الناسخ اللي ممكن تعرفوا، فما ابو بكر الحداد، يوسف الزواوي، خالد القاسمي، حمده بن دويت، فما زيد حسني الزواوي، محمد المقراني، صالح الشلوف، احمد برشيده، مراد الغربي، ولا اسماء كثيره ولا على اخرها الاسم سهيل برادية اللي قاعدين يعني ممكن توا ما بعدش على الرياضه مازال يعني في تحليل. هذوما عدد الالقاب معناتها في النادي الرياضي البنزرتي، وان شاء الله نواصلوا ما مش معناتها سلمون رياضه القدم، فهمني ماذا بينا زاد نعملوا القاب في رياضه في الملاكمه في الفن النبيل. يعطيك الصحة، قاعدين نشاهدوا في الروندة الأولى من مباراة نيال المي في مواجهة نورس التركي على السي بي. نورس القبضة الحديدية تحاول يعني بلغة الملاكمة تجبد بها تهرب من الهجوم الأخير، أو قاعدين نشاهدوا حاليا في لاعبة النادي البنزرتي الملاكمة النادي البنزرتي نورس التركي اللي قاعدة بالأزيلة الصفراء والسوداء تعطيها لكمة تزيدها باليسار، لكن تقولها لا نيال المي، تقولها الأولى الثانية عاد كثر صرت عليه لازم نحاول زيادة ناخذ باي. او حاليا الروندة الاولى مشيت وفات راحت، وباش نمشوا للروندة الثانية. الروندة الثانية الروندة الاولى نجم نقولوا كان الضغط نوعا ما لنورس التركي عن السي بي، احتفال كبير برشا، تسعينية تعمل الكيف اللي انا فيه، ملعب البسيري اللي هو يمثل مسرح الحدث، يمثل هذا العرس، عرس الملاكمة اللي هي يعني بالنسبة لعرس الملاكمة نجم نقولوا اليوم تم تخصيصه هذا اليوم، خاصة وأنه ممكن رينا في وقت سابق تم تنظيم مباريات في كرة اليد، رينا كرنفال كذلك في بنزرة المدينة. اليوم جماهير النادي البنزرتي اعضاء السي بي قولوا خلينا اليوم يعني نخصوه للملاكمه، نحاولوا احياء لهذه الرياضه الفن النبيل. قاعدين نشاهدوا في زوز مدربين، كل مدرب يحاول يعطي توصياته كما تراو في مدرب نورس التركي يحاول يقولها يعني كيفاه دافع وكيفاه تستغل يعني الفرصه وتاخذ يعني النقاط تربح النقاط. نفس الشيء بالنسبه لمدرب نيال مي عن جمعيه وحدات التدخل اللي طلع بالازياء الحمراء، قاعدين نشاهدوا فيها حاليا بطبيعه الزوز يحاولوا يركزوا مع زوز مدربين نتاعهم على خاطر يعني كل نصيحه باش تكون عندها دور كبير في الروندة الثانيه والروندة الثالثه. كل روندة مشاهدينا الكرام وفي رياضه الملاكمه تقعد دقيقتين بين الروندة والروندة، دقيقه راحه الروندة الثانيه تبدا، والضغط والهجوم لزوز ملاكمات كما تشاهدوا فيهم على الصوره او توا راو في اللكمات وربعنا او قبضه حديديه واحدة اثنين تبدلها باليمين ثم باليسار ترجع تحاول تضغط نيال المي، نيال نورس لكمات من زوز من نيال ومن نورس تحاول تربح النقاط. نورس قاعدين شاهدوا فيها على الصورة تقدم تحاول هي تهاجم، وقاعدين شاهدوا فيها الدفاع حاليا نيال المي، حكم يدخل يحاول بطبيعة وقت يرى يعني تكون فما حاجة خارجة على القواعد هذه الرياضة يدخل بطبيعة، وإذا هو المطلوب. أو حاليا نرجعوا للهجوم من جديد هذه المرة لنيال المي، تعالوا نسمعوا في جمهور نورس بطبيعة الحال بما أنها ممثلة السي بي، تسمع السي بي السي بي نورس نورس نورس، وكيفاش باش تكون الروند وكيفاش باش تكون المباراة، مباراة كبيرة برشا. نهائي رغم يعني قصر النجم نقولوا يعني القامه لان قاعده تهاجم، وطول القامه بالنسبه لنورس التركي ممكن مخليها مرتاحه اكثر بالمقارنه مع نهال المي. الروندة الثانيه مشيت راحت، وباش نبداو يعني بعد دقيقه وقت مستقطع في الروندة الثالثه. كما تسمعوا في الاجواء، اجواء على العال، اجواء كبيره برشا في هذا الاحتفال في هذا العرس، الاحتفال نعاود نذكركم ب 90 السيابيه النادي البنزرتي، هذه المدرسه العريقه اللي اجبت عديد من الاسماء خاصه في كره القدم كما ذكرنا، او نزيدوكم يعني بعض الاسماء نستغلوا الوقت، مراد الغربي، مختار الترافيسي، بشير السحباني، عبد القادر بالحسن، نبيل معلول، يعني برشا اسماء كانت مرت من هذه المدرسه، مدرسه النادي الرياضي البنزرتي. كما تراو في المدرب يحاول يرتح الملاكمه نتاعو، مدرب نيال المي على الصوره، وكذلك مدرب نورس التركي، باش نمشيو اخر روندة الثالثه
في هذه الحلبة قاعدين نشاهدوا فيها بملعب السيري مسرح الحدث مسرح التسعينيات السيابي. تنطلق الروندة وهجوم لكمة أولى من يال المالي، ثم الحكم يدخل من الجيد يقول لها تمشي الركن امتاعك. حاليا الركن الأحمر مخصص لينيال المي، جمعية وحدات التدخل كما نراه يعني على الصورة. باش يبدا زيدا يرجع اللعب من جديد بعد تدخل الحكم وقت يرى يعني فما خطر بالطبيعة على صحة الملاكمة، يحاول يتدخل. تمشي حاليا لكمة ممتازة برشا مملية بلغة الملاكمة على مستوى الوجه، نعرفه خاصة في الوجه اذا تكون القبضه قويه تحاول بطبيعه باش اتوقف الملاكمه نتاعها. او نراو حتى في المدرب خارج الحلبه يتفاعل يعني مع، يحاول يعني في بقعه نورس التركي يتفاعل ويسلط حتى في لكماته خارج المسرح خارج الحلبه. وحاليا نورس نيال تحاول تعطيها لكمه، تحاول تسكر ما تخليش يعني اللكمة تمشي على مستوى الوجه ثم تمسكها. الحكم يدخل من الجيد، شكون اللي باش يربح شكون اللي باش يفوز بهذه المباراة الأولى. نجم نقولوا الحضور الجماهيري كبير برشا لهنا في ملعب السيري وسط مدينة بنزرت اللي هو يعني نجم نقولوا قلب الحدث. فما شكون حتى خارج الحلبة اللي قاعدين يعني جماهير من منازلهم يتابعوا. حاليا رينا على الصورة نيال المي تعبت شوية يعني خاصة ونورينا مستوى كبير برشا من نورس التركي، ضغطت وسلطت هجمات لكمات على مستوى يعني وجه نيال المي. بطبيعة التحية باش تم يعني لزوز فتيات بطبيعة نيال المي ونورس التركي، يعني بطبيعة تكون في الحلبة يكون حوار كبير برشا يكون بطبيعه وقتها. نحترموا قوانين اللعبه لكن توفزت اللعبه. نرجعوا حبيبات، نرجعوا اخوين، نرجعوا اخوات نيال المي ونورس التركي. كما تراو يعني بالنسبه حتى في جماهير كان عندهم تشجيع كبير لزوز ملاكمين، زوز ملاكمات نيال ونورس. حاليا الحكم قاعدين تشاهدوا فيه على الصوره. نعطيكم بطبيعة الأسماء التي تدير هذه المباراة اللي انتصرت في هذه المباراة. نورس تركي ملاكمة النادي الرياضي البنزرتي، أول انتصار في أول مباراة. بطبيعة باش يتم تسليمها الميدالية باش تكون لنورس تركي الميدالية الذهبية. كما تشاهدوا عفوا حتى الجمهور فرحان، هذا عادي جدا. تسعينية النادي البنزرتي تجي بانتصار للملاكمة نورس التركي كما تشاهدوا في عصورة. كما تشاهدوا يعني بالنسبة في نورس التركي اللي باش يتم تسليمها باش يتم تسليم الميدالية حاليا على الصورة، يعني تستحق بطبيعة الحال الانتصار خاصة وأنه رينا يعني في ثلاثة روندات مسيطرة قامت بتسليط اللكمات الحديدية والقبضة، قبضتها قوية برشا يعني وقوة جسدية مع طول القامة نتاعها خليها يعني نجم نقولوا تمسك بزمام الأمور وتربح هذه المباراة. بالطبيعة في قادم الدقائق باش نشاهدوا على مستوى يعني الذكور أيوب العياري باش يكون في مواجهة أحمد الترابيسي. أيوب العياري ملاكم السيابي وأحمد الترابيسي ملاكم جمعية فرقة التدخل. بالطبيعة تنحاولوا زيدا شاركوا في كل مرة يعني المسؤولين اللي حاضرين وأعضاء يعني نجم نقولوا جمعية التسعينية وهيئة التسعينية. نرجعوا زادة من جديد مع سي توفيق بن دليلة ملاكم السابق، كيفاش ريت المباراة الأولى في صنف الإناث؟ والله عجبتني سما دوني دي فريسون معناتها محلاها معناتها عملت عليها كيف
خاصة وأنه الرياضي نادي الرياضي بنزرتي متفوق. نحب الجو معناتها ماذا بيا نعاود نحييها البلاد سيرتو في الوقت هذايا معناتها الناس كل ستريسي الناس كل معناتها الضغوطات الحياة وكل شيء ماذا بيا نسيهم. فماش كيما الرياضة. نجمو نقولوا في المباراة الأولى هذه كنا نشاهدوا فيها توا بين نيال المي عن وحدات التدخل ونورس التركي الطول القدم تاع نورس التركي ممكن خليه يعني فيزيكمون حاضرة أكثر. صحيح اي فيزيكمون حاضرة أكثر أما الميزان كيف كيف. اما ديما في البوكس قد ما تبدا طويل عندك احكينا شويه على البوكس خاصه يقولك طول القامه اسك يعني نجم نربح مولاك يكون عنده يعني قامه قصيره والا العكس طول القامه فيها افونتاج وقصر القامه زاد ينجم يكون بوكسور باهي يلعب الكره كور فهمني يخسر الطويل خاطر انت والطاقه نتاعو فهمني وقت اللي فما ضربات معناتها في القصير وقت اللي يضرب البوكسور الطويل معناتها على الكرش نتاعو ويخدم له دي بيركوت ودي كروشي نجم يطيح فما شويه ذكاء القصير ينجم يخدم والطويل ينجم يخدم اما ديما لافونتاج تاع الطويل خاصه كي يبدا عنده الونج باهي يخدم بالمرتاح. وزن 72 كيلوغرام كنا نشاهدوا هذا وزن 72 كيلوغرام معناتها سوبر والتير رغم انه سي توفيق بن دلاله اللي راه يعني نهال المي يعني ويرى القامه القصير يقول الوزن ماهوش نفسه لكن الوزن موجود. لا الوزن موجود هو بيته بعد ساعة واحد قصير يبدا فرد ميزان وهو طويل. يعطيك الصحة في كل مرة باش تكون عندك مداخلة معنا عبر المباشر في هذا التعليق يعني احتفالا في تسعينية السي بي بين كل مباراة وبين كل مباراة يعني نحاولوا نعملوا لفتة للجماهير للشماريخ اللي قاعدين نشاهدوا فيها مولعين لنا وبلغة الكرة لكن هذه المرة بلغة اللكمة بلغة القبضة الحديدية بلغة الحلبة يعني نحكيه على الملاكمة نحكيه على جمهور السيابي اللي يحتفل على طريقته الخاصة شماريخ لانات أمولعتها أمسخن الأجواء وبين كل بطبيعة مباراة بشراو يعني صنف من الوليدات الصغار اللي يحاولوا يعني في كل مرة ينورونا على الحلبة القاعدين شاهدوا يعني في أجمل الصور أجمل يعني الجماهير اللي قاعده تتابع في هذا الاحتفال في هذا المسرح مسرح التسعينيه اليوم اللي يحتضنه ملعب البصيري ببنزرت ملعب البصيري ببنزرت بالطبيعة اللي تم تسليط اليوم فضاء لحلبه اللي باش تكون فيها المباريات يعني حاليا تشاهدوا في مباراه استعراضيه يعني لصنف الصغر في راس بوعلي في مواجهه ريان البجاوي يعني عن جمعيه التدخل في راس بوعلي والاهلي الماتري ريان البجاوي يعني نحاولوا نشجعوهم لوليدات هذوما في العمر هذا موهبه كما هكا حتى في النقل المباشر وقت يبدا فما نقل تلفزي راه عنده دور كبير معنوي يحاول يمس يعني الملاكمين هذوما اللي بطبيعه نامنوا بهم وهما الثمره اللي باش تكون في قدم الايام الجماهير رغم انها يعني مباراة في صنف الاصغر الان والجمهور يتفاعل يشجع الملاكمين حكم كما تراو فيه يدخل يعني في كل مره يحاول يذكرهم بقوانين رياضه الملاكمه اللي بطبيعه فما مثال في الملاكمه نمشوا شويه نحكيوا على الكيك بوكسينج في الكيك بوكسينج مشاهدينا الكرام ما عندكش الحق تستعمل الركله عفوا تستعمل الركله بالساق يعني تحاول تركل الملاكمه المنافس لكن في الملاكمه في الرياضه هذه بالذات اللي قاعدين نشاهدوا فيها حاليا توا اللي فيها اصناف عديده لا تحصى ولا تعد يعني ما تنجم تستخدم الارجل نتاعك في الملاكمه تستعمل اللكمه فقط تستعمل يدك تستعمل القبضه فقط مشاهدينا الكرام الكيك بوكسينج يعني كنا في متابعه سابقا استعمل ساقيك استعمل يدك تمشي لكمه مستقيمه تمشي لكمه نجمو نقولوا جانبيه يعني وقت تحاول يعني يكون مسكر على الوجه نتاعو تحاول كما نقولوا فيها نحكيوها بالعاميه ترعشو وتمشي له بيدك يعني على مستوى الجانب نتاعك لكن في الرياضه هذيا استعمل لكمه فقط مشاهدينا الكرام او قاعدين شاهدوا نعاودوا نذكروكم يعني بصنف الاصغر يعني نحاولوا في كل مره تشجيع على هذه الرياضه رياضه الملاكمه اللي كان عندها يوم اليوم احتفالي بتسعينيه النادي الرياضي بنزرتي عفوا
حاليا شاهدوا كما قلنا في مباراه استعراضيه في صنف الاصغر، او يلتحق بنا سي منذر الجريدي عضو في لجنه التنظيم يعني النادي الرياضي البنزرتي، وكذلك عنده باع وذراع في كره اليد خاصه وانه لعب في النادي البنزرتي. يوم احتفالي وخاصه اليوم، يعني اليوم كان يعني الملاكمه هي اللي تتصدر هذا الاحتفال. بسم الله الرحمن الرحيم، حبيت نعرف بروحي قبل كل شيء منذر الجريدي لاعب سابق بالنادي البنزرتي لكره اليد ومسؤول سابق بالفرع ورئيس جمعيه قدماء كره اليد بالبنزرت. اللي بالمناسبه نحب نهني كل لاعبي القدامى نتاع النادي البنزرتي ونتاع ولايه بنزرت كامله، خاطر عندنا بريد بنزرت وعندنا منز بورقيبه وعوزه وراس جبل. نهنيهم اللي جاتنا التاشيره القانونيه نتاع الجمعيه الحمد لله البارح، وان شاء الله تنعملوا نستدعاكم وان شاء الله نسمع في الاحتفال بهالمناسبه ذي. والجمعيه ذي معناتها ان شاء الله تكون معناتها فعل خير بالنسبه لكره اليد بنزرت وتسمو بها وترجح للحجم الحقيقي اللي كان في الناسيونال ا وكانت في الناسيونال بي، وتو السنه طلعنا السنه ناسيونال بي ونرجعوا لامجاد ان شاء الله. وبالنسبه للتسعينيات نادي بنزرت انا كعضو فيها فهمتني لهي بكره اليد، عملنا دورة كبيرة ياسر معناتها في كرة اليد في نطاق التسعينية وخذت صدى كبير في الاحتفالات. واليوم اللي كانت يعني بالنسبة للاحتفال بكرة اليد 11 جويلية. اي صحيت هيك شد حساب الضبط. واليوم ان شاء الله الحمد لله كترا في الجو الكبير عندنا مدة على الملاكمة في بنزرت. بصراحة أنا واحد من الناس عندي مدة نقول لك ملي صغير ما تفرجش في الملاكمه في بنزرت. كنا نتفرج في دار الثقافه في سالم سكره، دار الثقافه اللي توا يعملوا فيها معارض وكل شيء، وكانت في الجرد كنا نعملوا فيها في جرد وقرفه جرد فهمني. انا ملي صغير بصراحه ما تفرجش في الملاكمه، واليوم عاودوا نتفرجوا فيها في بنزرت ما شاء الله. جمهور جيل جديد يحب يتعرف على الملاكمة، أكيد اشترى ما يعرفوش الملاكمة هنا بنزرت، وأنا راهو في ولاد صغار ما شاء الله. نشكر سي توفيق بن دلالة ونشكر أعضاء لجنة التسعينية بالمناسبة فهمني اللي قاموا بمجهودات كبيرة. سي منذر في النقطة هذه حكينا على الملاكمة في بنزرت، ماخذة حظها والله مش أقول لك بالطبيعة في كل جمعية معناتها كرة القدم هي اللي مهيمنة على الرياضات الأخرى والفروع الأخرى. إن شاء الله بالمناسبة هذيا تنجم ترجع الأمجاد نتاعها الملاكمة في بنزرت فهمني، اللي طلعت برشا معناتها أبطال قبل فهمني، وإن شاء الله علاش لي معناتها بالمناسبة هذيا تعاود ترجع كل شيء معناتها ويعطيوها قيمة أكثر وتدخل لها الموارد وفهمني ويتبناوها بعض الشركات بوركوبا. سي منذر الجريدي كنا نحكيه في بداية النقل المباشر على الملاكمة اللي كانت قبل في السبعينات، ناس تسهر وتتفرج في محمد علي كلاي، وتوا العكس ولا تو ممكن كرة القدم ياخذ حظها أكثر، الجيل هذايا ممكن اللي يجهل هذه الرياضة النبيلة. علاش قلت لك توا عندنا مدة كبيرة ياسر معناتها في على الملاكمة في بنزرت، وقت تشوف الجيل الجديد راهو في الجمهور تويك الجيل الصغير معناتها متشوق باش يراه الملاكمة، عمره ما راه قدامه من قبل. احنا نسهر المرة ثلاثة ولا معناتها الأربعة تاع الصباح باش نتفرجوا في محمد علي كلاي وكل شيء. حاسيلو يعطيكم الصحة قناة نسمة وبارك الله فيكم. يعطيك الصحة، مشكور سي منذر الجريدي، أو يلتحق بنا زاد سي علي بالأخضر، أهلا وسهلا بك مباشرة يعني، أو ناخذوك على الطاير يعني عضو في نجم نقولوا تسعينيات النادي البنزرتي اللي اليوم رينا أسماء عديدة ومسؤولين في هذا العرس نجم نقولوا احتفالا بالتسعينيات. بالضبط هذا عرس بنزرت، عرس النادي الرياضي بنزرتي، كما تشوفوا الوليدات حاضرين كثافة. عندها اقل شيء كنت نحكي مع بعض المسؤولين هنا عندها اقل شيء 10 سنين ما عملناش قلام تاع بوكس،
هذا شيء يفرح، شيء يثلج القلب. البوكس في بنزرت عنده تاريخ كبير، تاريخ عريق. الحمد لله ورجع بوليداتنا، وليداتنا اللي كنا نشوفوا فيهم صغار قبل توها وكبروا وياخذوا هما المشعل بايديهم. نشوفوا وليدات صغار، الحمد لله هذا اللي نحب نشوفوه، وان شاء الله بقوت ربي يتواصل البوكس، وان شاء الله نشوفوا هذا قالا كثافه اكثر ان شاء الله، اقل شيء مره في العام. ويعطيكم الصحه، يعطيكم الصحه نسمع لحضوركم هنا وتغطيتكم للبرنامج. هذا واجب سعيد بالاخضر. باش نسالوك سؤال، الملاكمه اللي توا ما عادش ماخذه حظها في منظره، كيفاش يا اخي الرياضه هذيا؟ اسكو فما يعني جمهور خاصه رينا اليوم جمهور كبير برشا؟ شفته انا بيدي، يعني متفاجئ بالجمهور، اغلبه جمهور صغار، وهذاك الفوتور متعرف كي تشوف صغيرات يعني هكا المستقبل. الحمد لله احنا متعرف البوكس هو الرياضة النوبل يقولوا بالانجليز النوبل، واحنا نحبوها تقعد هكاكا ونتفكروا احنا عندنا ذكرياتنا، واحنا انت مازلت صغير، احنا وقت كنا صغار كنا كان بابا يقيمني في الصباح بكري باش نفكروا نتفرجوا في محمد علي كلاي، فهمتني وربح فهمتني، وهكي ذكريات ما تنساش وما تمحاش وتقعد في تاريخنا. وان شاء الله يخرجوا ابطال كما شفناهم قبل، وبنزرت راي كلها ابطال في هالموضوع. فما اسماء أبار، انا واحد من الناس نعرف يعني محمد علي كلاي، لكن من بنزرت فما يعني اسماء اللي هي سميهم لك كان عندك يعني. فما والله كما تعرف احنا اخونا نور الدين نسميه السودان، احنا هنا معروف في البلاد وكان شامبيون كبير. أنا كنت فكر ولد الترابلسي قبل، والله سمحني إذا كان ما نذكرش العباد الكل اللي ما استحضرش برشا أسامي توا، أما أنا متأكد لو كان تحكي مع مثلا كيما سي توفيق يعطيك برشا أسماء اللي ربما يغيبوا عليها توا. وبارك الله فيكم على التغطية ويعطيكم الصحة. يعطيك الصحة، مشكور سي علي بالأخضر في هذه الإيضاحات يعني وهذه المعلومات اللي ريناها عندها. دور كبير في هذا الاحتفال بالتسعينية في رياضة الملاكمة اللي كان عندها دور كبير وباش يبقى عندها دور كبير. أنا قاعدين في كل مرة نتابعوا في المباريات وكذلك نحاولوا نشاركوا يعني بعض من المسؤولين بالطبيعة هي التسعينية، وهذا واجب يعني كل واحد يحب يعطي كلمته ويحاول يحكينا زيادة على التسعينية، يحكينا زيادة على رياضة الملاكمة. حاليا قاعدين نشاهدوا في صنف الصغر، قاعدين نشاهدوا في مباراة عزيز القاسمي عن منزل برقيبة في مواجهة محمد جمال عن سرزونة، يعني في كل مرة أو قاعدين نراو في الأسماء. باش تحق بينا توا كاتب عام الأهلي الماتري سي معز الجماعي، الاحتفال بالتسعينية والملاكمة اليوم نجم نقولوا اليوم تحضر في هذا الاحتفال. والله ان شاء الله تتعدى احتفاليه ان شاء الله به التسعينيه، ان شاء الله نزيد من نهار الاخر نحضروا المئويه للنادي الرياضي بنزرتي. نحن ماتر معناتها جزء من بنزرت، فهمتني كيفاش؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، معناتها فرحين للصغيرات هذوما بوكسارات، ان شاء الله نزيد ندعموهم باكثر مسابقات، اكثر تظاهرات، فهمتني؟ باش نزيدوا نبينوهم ونفرحوا بهم اكثر الصغيرات هذوما ان شاء الله يا رب. يعطيك الصحة، مشكور سي معز الجماعي مسؤول على الاهلي الماتري، او قاعدين نشاركوا يعني في ابناء الجهه في هذا العرس، عرس الملاكمه نجموا نقولوا في هذا التعليق المباشر. شويه تعمل الكيب وهذه الروندة الثانية في الصنف الصغر من كما قلنا على الحلبة، كنا نشاهدوا ولا زلنا يعني في مباراة عزيز القاسمي عن منزل بورقيبة ومحمد الجميل عن سرزونة، والروندة الثانية قاعدين نشاهدوا حاليا في السيطرة نجم نقولوا نوعا ما لعزيز، عزيز بلاك مولا ثم باليسار يحاول يبدله باليمين، قاعد يضغط تبارك الله عليه يعني مركز برشا، رغم انه قاعدين نشاهدوا يعني في دماء على مستوى الواجهة على مستوى الانف، يلزم يتفطن الحكم. برافو سيد الحكم يتفطن، وباش يتم بطبيعة الحال اسعاف يعني اللاعب، اسعاف الملاكم، صحة بطبيعة الملاكم قبل كل شيء. البوكس يعني تعودنا به نقولوا العنف، ليه سيدي يعني المشاهد سيدي المتابع، البوكس يعني هو رياضة نبيلة عندها القواعد نتاعها، عندها قوانينها اللي تحمي
الملاكمه قبل حتى المنافسه. حاليا كما قلنا الاجواء حاضره، الاجواء عامله الكيف، مولعتها هنا في ملعب البسيري في الحلبه في هذه المباراه اللي كبيره برشا قاعدين نشاهدوا فيها. والان الانتصار، شكون يقول سيد الحكم؟ الانتصار كان لمحمد جمال، هو اللي انتصر في هذه المواجهه باش يتم بطبيعه تكريمه بالميداليه، ميداليه ذهبيه تشجيعيه في هذه التسعينيات، تسعينيات نادي البنزرتي. كما قلنا هذا الفريق اللي عنده باع وذراع خاصه في كره القدم انجب العديد من الاسماء، ومازال بطبيعه باش ينجب العديد من الاسماء الاخرى اللي باش يكون عندها دور كبير. صورة تذكارية حاليا للاعب النادي الرياضي البنزرتي في اختصاص الملاكمة باش يتم بطبيعة تكريم ملاكم النادي الرياضي البنزرتي. كما قلنا ميدالية تكون تشجيعية لملاكم السيابي. دائما مشاهدينا الكرام قاعدين يتابعوا فينا في إطار الاحتفال بتسعينية النادي البنزرتي، كانت يعني ندوات صحفيه سبقت هذا هذه سبقت هذا الاحتفال. برنامج كبير برشا بدا من جويليا ويتواصل حدود يعني هذه الايام، اليوم يوم في الملاكمه، يوم في المباريات اللي بدات بصنف الفتيات. وشاهدنا يعني اول مباراه كانت بين يال المي عن جمعية وحدات التدخل ونمر التركي عن سي بي. والان يعني بالنسبة للصورة قاعدين نشاهدوا فيها تكريم للاعب النادي الرياضي البنزرتي في صنف الأصغر، بطبيعة تشجيعا لهذا الملاكم. شكون كذلك العديد من المباريات باش نتابعوا بعد شوية زادة في صنف الأواسط. محمد أمين المثلوثي في وزن 75 كيلوغرام ملاكم جمعية منزل بورقيبة في مواجهة وسيم النفزي اختصاص يعني أواسط الملاكمة 75 كيلوغرام. وسيم النفزي اللي هو بطبيعة ممثل جمعية ماتر، كنا نشاهدوا زادة في صورة اللي ياخذها بطبيعة على طريقته الخاصة ملاكم النادي الرياضي البنزرتي. بعد لحظات في باش نشاهدوا كذلك مباراة في صنف الأواسط، وتليها بطبيعة الحال يعني مباراة في الأكابر. كما قلنا يعني كنا كذلك في مداخلات عديدة للعديد من المسؤولين في تسعينيات النادي الرياضي البنزرتي. خلوكم يعني على أجواء، أجواء كبيرة برشا في بنزرت في البسيري. اليوم يحتضن الحدث الاحتفال بالتسعينيه، والحلبة اليوم اللي هي بطبيعة مسرح الحدث في العديد من المباريات في اختصاص الملاكمة. والان سيف الدين العرفاوي 57 كيلوغرام منزل بورقيبة في مواجهة الملاكم جمال المزني عن جمعية ماتر. تبدأ المباراة والروندة الأولى، قاعدين نشاهدوا فيه هجم حاليا سيف الدين العرفاوي، حاول يصل الكاميت، حاول يربح النقاط خاصة وأن رياضة الملاكمة تحاول يعني ما تقبلش اللكمة وتسلط الكاميت يعني اللي تكون في بلاصتها على مستوى اللكمة جانبية تمشي من سيف الدين العرفاوي. برافو سيف الدين العرفاوي، حاول يمشي بيده باللكمة مملية يعني بلغة الملاكمة على مستوى الوجه الثاني يعاود له. يبدو لي يعني فما على مستوى النقاط سيف الدين هو القاعد يعني يربح في النقاط. في المقابل يعني جميل المزني اللي قبل ممكن في لعب الروندة الأولى مشيت وفات وقت مستقطع بدقيقة. حاليا يعني دقيقتين على مستوى الصغر، كل روندة دوم دقيقتين ووقت مستقطع بين كل روندة وروندة، كل مباراة فيها ثلاثة روندات. واللي باش يفوز بطبيعة بالنقاط يتم تكريمه في هذا الاحتفال بالتسعينية النادي الرياضي البنزرتي، والميداليات حاضرة في هذا العرس، عرس التسعينية.
حدث يفرض نفسه في ولاية بنزرت في ملعب المسيري. الصغار الكبار النساء الرجال الكل حاضر يتابع هذا الاحتفال. والروندة الثانية تنطلق الآن في مواجهات كما قلنا نعود نذكركم مشاهدينا الكرام سيف الدين العرفي وجمال المزني كما قلنا كان يعني حاضرين العديد من المسؤولين اللي خذيناهم يعني في مداخلات مباشرة عبر موقع رسم سبور سي الحبيب العربي كصحفي في الجهة زينب القاسم المجري ملاكم سابق بالنادي الرياضي البنزرتي سي نجيب المحمدي وكذلك كنا كذلك مع الرئيس لجنة التسعينية سي جمال علوش اللي حاليا حاضرين وهذه لمسة كبيرة لمسة عندها دور كبير على مستوى يعني معنويات الملاكمين حاضرين في تأمين هذه المباريات وحتى التنظيم بصراحة تنظيم 5-5 حاليا ننتظروا الروندة الثانية حاليا يعني في هذه المباراة مباراة الملاكمة مواجهة بين سيف الدين العرفاوي وجمال المزني والروندة الثانية وفات وتوصيات زوز مدربين يدخلوا بطبيعة يحاولوا يعني كل ملاكم يشرب الماء ويسمع يعني للمدرب نتاعو يعطيه التوصيات ويعطيه زادة نقاط ممكن نقاط اللي ما تفطنش ليها كل ملاكم يحاول يقول له وقتها يقبل اللعب وقتها يهاجم حتى يعني الكبار يعني نتاع الجهة حاضرين في هذه التذارة حاضرين يشجعوا ابناء الجهه اللي رينيهم يعني بالنسبه في هذه التذارة على مستوى بالطبيعه نحكيه بلغه الملاكمه فما جمعيه وحدات تدخل جمعيه بطبيعه الحال نادي الرياضي البنزرتي بالطبيعه اللي هو ينظم هذه الدوره حاليا يدخل الحكم من جديد وقت النقطه التنظيميه بالطبيعه الحكم في كل مره يحاول يدخل يعني يكون حاضر في كل مرة يعني نرجع ونعطوكم زيادة نادي البنزرتي كما قلنا جمعية تلالي الماتري جمعية الوحدات التدخل اليوم بالطبيعة حاضرين في هذه المباريات المباريات اللي قاعدين نتابعوا فيها وباش تابعوها زيادة في قدم الدقائق زيادة فما منزل بورقيبة جمعية منزل بورقيبة اللي حاضرة في هذه التذارة حاليا نجم نقولوا سيف الدين العرفاوي هو من خلال هجوماته والرابح اكثر نقاط. جماهير تتفاعل مع هذه المباراة، مباراة في الملاكمة وزن 75 كيلوغرام. او خلوكم يعني مع الاجواء. يعني الحلبة اللي هي اليوم تمثل مسرح كل منافسة مسرح كل مواجهة شكون الفائز بالطبيعة باش نكتشفوه في قدم الدقائق بين سيف الدين العرفاوي وجمال المزني بالنسبة لطاقم تحكيم المباريات اللي قاعدين نشاهدوا فيها فما سي جلال الطالبي وسي اسكندر العياشي سيف الدين العرفاوي هو المنتصر باش يتم تكريمه باش يتم تسليم الميدالية. ميدالية الذهبية فما زاد سي محمد علي الشريعي. هذا هو طاقم تحكيم مباريات اليوم اختصاص الملاكمة رياضة الملاكمة اللي كما قلنا يعني عندها ممكن تاريخ كي نقولوا الملاكمة نقولوا الملاكم الراحل ان شاء الله ربي يرحمه. محمد علي كلاي اللي يعرفوه بطبيعة الكبار والصغار حتى اسمه خلى يعني بطبيعة هذه الرياضة يكون عندها تاريخ يعني ملاكمة يعني اللي يحفر اسمه في تاريخ الملاكمة هو من أعظم الرياضيين وكانت له يعني مواقف وتسريحات جذبت انتباه الجمهور وأخذ يتداولها يعني جيل بعد جيل يعني لعل يعني ابرز يعني المقولات تنقلوها بطبيعه
في قادم الدقائق. يعني كانت عنده قولة شهيرة في ريادة الملاك، ما الأبطال لا يصنعون في الحلبات، الأبطال يصنعون من شيء عميق في داخلهم مثل الرغبة والحلم والرؤية. يعني يحب يقول محمد علي كلاي الملاكم إذا تكون عندك الرغبة وتكون كذلك عندك الرؤية متاعك ويكون عندك الحلم اللي تأمل بالحلمة متاعك بطبيعة نجم تنجح في هذه الرياضة. نرجع زيادة نتذكر يعني الملاكم هذا يعني محمد علي كلاي شنو قال؟ قال أنا لست الأفضل بل أنا أفضل بل أنا الأفضل مرتين. بطبيعة هذا تشجيعا لهذه الرياضة يحاول يغرس في كل ملاكم قولة، يحاول يغرس في كل ملاكم حلمة، يحاول يأمن بها اللي بطبيعة ينجم يوصل بها لبعيد. حاليا تتلقى مباراة زيادة توا بين محمد أمين الثلوثي ووسيم النبزي في اختصاص الأواسط. محمد أمين الثلوثي يضغط اللكمة الأولى ثم يحاول بلكمة الثانية يدخل في صلب الموضوع، ما يستناش، ما يقبلش اللعب الثلوثي بالألوان الزرقاء، يحاول يسيطر، يحاول يضرب المنافس باللكمات التسريح، إيقاع صاعقة والحكم يتدخل من جديد. يتدخل حكم من جديد وترجع اللعبة من جديد، ترجع المنافسة من جديد في هذه الروندة الأولى. مشاهدينا الكرام متابعينا في رياضة الملاكمة، نعاود نذكركم هذا هو نقل مباشر لتسعينية نادي الرياضي البنزرتي، احتفالا بالتسعينية ينظم اليوم، ينظم العديد من المباريات في رياضة الملاكمة. أبناء الجيا جمعية التدخل، جمعية السيابي، جمعية منزل بورقيبة حاضر اليوم في هذه المباريات، وبطبيعة الحال الجمهور حاضر في بنزرت في ملعب المسيري في المدارس يشجع الملاكمين على المسرح على الخشبة على الحلبة. توصيات عزوز مدربين بطبيعة الحال، وتنطلق الروندة الثانية. مشاهدينا خليكم معنا، خاصة وأنه قاعدين نشاهدوا في مباريات كبيرة برشا، قاعدين نشاهدوا في ملاكمين اللي مولعين عاملين الكيف في هذه الرياضة. كما تراو في كل مرة نوريكم يعني الجماهير، نوريكم يعني الجماهير اللي قاعدة تحتفل بتسعينية السيابي، يعني مراوحة بين الحلبة وبين الملاكمين وبين المنافسة وبين المواجهة وبين التحكيم وبين الجماهير اللي مولعتها وعاملة الكيف في هذا العرس الكبير برشا. كما نراو الطنبول حاضر، المزمار حاضر، كما تراو يعني الدربوكة حاضرة على طريقة السيابي. جماهير نادي بنزرتي اللي تعشق كرة القدم، ونذكره خاصة وقت يبدا نادي بنزرتي يلعب في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت، ويلعب زيد لهنا للعب عمناول برشا مباريات في البصيري وقتها كان يعني فما اشغال في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت. نعرفوا جماهير اللي بطبيعة اللي تشجع السيابي، تشجع فريق الاصفر والاسود، اليوم تشجع رياضة الملاكمة احتفالا بالتسعينية. اجمل الصور حاليا، لعب توقف حاليا في رياضة الملاكمة بين محمد امين المثلوثي ووسيم النفسي. نقطة تنظيمية باش تواصل المباراة الجيت. حاليا امور تنظيمية ثم باش نرجعوا نتابعوا مباراة في الملاكمة الروندة الثانية. بما أن الروندة الأولى وفات نجم نقولوا أكثر نقاط لمحمد أمين المثلوثي، بما أنه سلط أكثر من لكمة، لكمات مسترسلة حفز يعني حفزات وخليته يربح أكثر نقاط. حاليا تم يعني تغيير الملاكمة، ما نعرفوش بالطبيعة الأسباب، إن شاء الله تو نعرفوا الأسباب لاحقا. تغيير الملاكم
خرج يعني وسيم النفسي ودخل يعني المعاوض مليك الثاني بتبعت نعرفه في قادم الدقائق الأسباب. رجعت يعني المليكمة من الجيد بعد ما كنا حكينا عليها في السبعينات وكيف كانت يعني الناس تصر وتشجع هذه الرياضة وتساند كل ملاكم، كل ملاكم عنده جمهوره بطبيعة الحال. بعد منزلت من الجيد في احياء لهذه الرياضة وهذا الفن النبيل. الرودة الثانية تنطلق والمعوض الملاكم الثاني بطبيعة الحال مع الناس بتبيع اسمه ان شاء الله نعرفه، وكل يعني الحاضرين هنا حول عيوننا يشوفون يعني اسم الملاكم المعوض اللي دخل مكان الملاكم وسيم النفسي. قاعدين نشاهدوا في هنا اختصاص 75 كيلوغرام مباراة محمد امين المثلوثي عن جمعية منزل بورقيبة في اختصاص 75 كيلوغرام. شكون اللي باش يفوز؟ المثلوثي اللي كان مسيطر على الرودة الأولى، حاول أي لكمة، لكمة أولى ثم يحاول ايصال لكمات على مستوى الوجه. الحكم يقول له عندك الحق تخرج اللكمات لكن على مستوى الوجه، غير مسموح يعني اللكمات على مستوى البطن او كذلك على مستوى الارجل. كما قلنا راهو رياضه يعني الملاكمه هي انواع، كما قلنا يعني وبديناها حتى قبل في النقل المباشر للكيك بوكسينج اللي تنجم تستعمل الركل، تستعمل اللكمه، اتسلط لكمات على مستوى البطن، اتسلط ركلات على مستوى الوجه. لا سيدي المتابع، سيدي الرياضي، يعني بالنسبه للملاكمه الاختصاص هذا تنجم تستعمل يدك، تستعمل اللكمات فقط. الرونده الثانيه مشيت وفات ودائما يعني دخل طاقم التحكيم باش يحاول يعني تكون عنده الامور التنظيمية وتكون زادة توصياته كيف كرة القدم. لو زاد الملاك ما نعرفه يعني خليفة الشوط الأول في كرة القدم درجين رباصي يحاول يعطي توصياته والمدرب زاد في الملاكمة هذه اللي بتبيع تشاهدوا فيها توا. بالنسبة للأواز كل روندة تدوم ثلاثة دقائق، بين الروندة والروندة فما دقيقة راحة، دقيقة راحة يصلها المدرب يستثمرها في تسليط وإعطاء يعني توصياته، الحاجات اللي مشيت والحاجات اللي ما مشيتش في كل مرة. جميل قاعدة توافد أكثر فأكثر قاعدين نشاهدوا فيها. بتبيع مشكون عن النقل المباشر في قادم الأدقاق في صنف الأكابر. بتبيع باش تكون فما مباراة بين علي الماتري 75 كيلوغرام ملاكمة للصيابي في مواجهة أيمن صالح، وزاد فما رفيق العياري 57 كيلوغرام جمعية منزل بورقيبة باش يكون في مواجهة أمان الله الفالح. جمعية تتدخل حاليا للكمات مسترسلة من المثلوثي، يقدم يحاول إيصال اللكمة لكن يتفاديها ممثل وملاكم جمعية ماتر. قاعدين تسمعوا يعني في هزيش الجماهير الحاضرة، الجماهير اللي تحتفل بتسعينية نادي البنزرتي، هذه المدرسة العريقة، هذا الفريق اللي تأسس 12 جويلية 1928، يعني كي نقولوا تاريخه تأسيسه يحكي عليه. هذا يعني الفريق اللي كان عنده العديد من الإنجازات على مستوى الوطني وكذلك على مستوى الإفريقي. تحصل يعني خلينا نحكيه يعني خاصة في انطلاقته اللي كان أربع بطولات، خمسة 1945 1946 1949 1984. نرجع للنقل المباشر وحاليا مثلوثي يقدم يحاول لك مولة ثانية، مازال ياجم مازال يسلط في اللكمات وأكثر نقاط. يبدو لي المباراة ماشية في طريقة للمثلوثي. مثلوثي اليوم في نهاره عامل حالة، قاعد ياجم وقاعد يربح في النقاط. باش تكون اخر رونده في قادم يعني اللحظات باش يتم الحسم في الرونده الثالثه. ننتظر بطبيعه الحال بعد الوقت المستقطع بعد وقت الراحه تنطلق الرونده اللي باش تكون حاسمه شكون اللي باش يحصل على الميداليه.
حكينا على الاسماء يعني، وباش نرجعوا زاد نحكيوا على الاهم يعني، اسماء ابناء الجهه في التسعينيه، بالطبيعه باش نحكيوا على المسؤولين اللي حاضرين في تظاهرة التسعينيه. حاليا ترجع الرود الثالثه، حاول ملاكم فريق ماتر يحاول يعمل هجمات او قاعد يخرج يعني في الهجمات، لكن قاعد يتفادى فيها المثلوثي. مثلوثي شنو يعمل مثلوثي؟ يسكر يعني على الهجمات، يقبل اللعب لكن ما يقبلش الهجمات او يتفاداه في كل مره. قاعد يبذل يعني في مجهوده بالنسبه في ملاكم جمعيه ماتر، لكن قاعد زيدا يقدم ممكن في مجهود، وقاعد تعب ظاهر يعني على الاداء والظاهر على وجهه على ملاكم جمعية ماتر. حكم يدخل من جديد الامور التنظيمية بطبيعة الحال. كما قلنا يعني العديد من الاسماء اللي حاضرة في هذه التسعينية، على ابرزها سي منذر الجريدي عضو في لجنة تنظيم تسعينية نادي البنزرتي، توفيق بن بلال رئيس فرع الملاكمة، نجيب المحمدي مدير المركب الرياضي، احمد البتسيري، بالقاسم الماجري ملاكم سابق للسي بي، مصفى المصري ومن مصر طبيب الدوره اللي بتبيعها يحضر وتكون عنده تدخلاته وقت اللي يبدا بتبيع الملاكم يسحق يعني باش يدخل الطبيب. وبتبيعها هاو حاليا يفوز ملاكم كما قلنا المثلوثي، يفوز بهذه المباراه محمد امين المثلوثي على المنزل بورقيبه. بطبيعة الحال اللي حاضر ويشرف على هذه التظاهرة سي جمال علوش رئيس لجنة التسعينية، اللي كان يعني في تدخل منذ حين. نحاولوا بطبيعة ناخذوا زادة سي توفيق بن دليلة بعد لحظات ناخذوه في المباشر يعطينا رأيه في هذه المباريات اللي كنا نشاهدوا فيها منذ حين. في اختصاص الملاكمة بديناها بالفتيات، بديناها بنهال المي اللي كانت مواجهة نورس التركي، ونورس التركي اللي حسمت المواجهة الأولى المنافسة الأولى وربحت الميدالية الذهبية، ثم انتقلنا إلى الصنف الأداني وتابعنا مباراة أيوب العياري وأحمد أترابنسي، وكان الفوز لأيوب العياري ملاكم النادي الرياضي البنزرتي. حاليا زاد باش نشاهدوا في قادم كما قلنا على دقائق او قاعدين تكريم لمحمد امين المثلوثي ملاكم السي بي النادي الرياضي البنزرتي في هذه التسعينيه. الاجواء حاضره مع الجماهير اللي قاعده مولعتها، قاعده عامله لكيف في ملعب البسيري في هذا الركن اللي تم تخصيصه حلبة للملاكمين، ملاكمين من السي بي، ملاكمين من منزل بورقيبة ومن ماتر وكذلك من جمعية التدخل وعادات التدخل بطبيعة الحال. نساء حاضرة، الفتيات حاضرة، الصغار الكبار الكل وفي يتابع رياضة الملاكمة. كما قلنا يعني هو في اليوم من البرنامج الاحتفالي بتبيع، لكن سبقاته بعض يعني من الاحتفالات ال 11 جويلية. نرجع شويه، كان تم تخصيص كرنفال احتفالي بشوارع مدينه بنزرت، 14 جويلية كره وديه لقدماء كره اليد، 31 جويلية حفله موسيقيه في قلب بنزرت، واليوم يعني تم تخصيص يوم للملاكمة في جميع الاختصاصات. بديناها بالإناث وحاليا في الذكور. كما قلنا يعني الحدث يفرض نفسه في تسعينية نادي البنزرتي، اللي رغم انه يعني فما التزامات للعديد يعني الحاضر هنا، لانه كل واحد يحاول يخصص الوقت نتاعه ويحاول يكون حاضر ما يفرطش الفرصة. يعني كل فريق ينسج على منوال نادي البنزرتي، وبالطبيعة باش يكون في الأيام القادمة زاد احتفال لترجي
الرياضي التونسي المئوية نتاعو يعني حاول تكون عنده الاحتفال على طريقته الخاصة، إن شاء الله تكون بطبيعة مواكبة لكاميرا نسمة اللي تتنقل وين فما الحدث وين فما تظاهرة، إلا وأنه نكونوا حاضرين وهذا ويجب يعني إعلامي نوصلوا الصورة للجماهير والأحبية اللي ما كانتش ممكن حاضرة في كل مرة. حاليا مباراة في سنف الأواسط كذلك اللي قاعدة تدور وتنطلق الآن الروندة الأولى بين عزيز قاسمي ومحمد جمال. حاليا تنطلق الروندة الأولى. ويدخل يعني المدرب يحاول يعني وقت اللي تبدا يعني بطبيعه فما مشكل يحاول يدخل بطبيعه سلامه الملاكم قبل كل شيء. كما تسمعوا يعني حتى في الجمهور قاعد يساند يعني في الملاكم، ملاكم السيابيه، ملاكم النادي الرياضي البنزرتي اللي قاعدين نشاهدوا فيه على الصوره. انطلقت يعني الرونده الاولى. كما قلنا يعني هذه المباراة بين عزيز قاسم ومحمد جمال. شكون باش يربح؟ شكون باش يفوز؟ عزيز قاسم أو محمد جمال؟ شكون اللي باش يربح؟ هذه المباراة الروندة الأولى انطلقت. لكن هو في كل مرة الحكم يتدخل ومشكور يعني وقت يتفتن فما خلل يحاول يعني يطلب المدرب يأمن. بطبيعة الملاكمة نتاعو ونعاود نذكركم بتحكيم هذه المباريات اللي حاضر محمد علي الشريعي وكذلك جليل الطالبي اسكندر العباسي طاقم تحكيم المباريات. ممتاز لكمة، لكمة قوية برشا، قبضة حديدية على مستوى الوجه ويعاود له، يعاود له باليمين باليسار. ممتاز ممتاز جمال، محمد جمال لكمات في بلاصتها مأطرة على مستوى الوجه، على مستوى الوجه يعني محمد جمال يعني كان وجهه قبل يعني عزيز قاسم من منزل بورقيبة، ممثل منزل بورقيبة. يعني وقت تبدأ فما مباراة بين زوز ملاكمين اللي اتباريو اللي لعبوا قبل ضد بعض، كل ملاكم يبدأ عنده نقاط القوة نتاع المنافس، عنده زادة نقاط الضعف. هذاك علاش يعني في كل مره كنشاهد مباراه خاصه تكون لاول مره على مستوى النقل التلفزي يكون يعني نقولوا كاينه منافس يعرف يعني الاخر. لكن المباريات يعني حتى تكون في بدايه يعني على مستوى الصنف الاداني على مستوى الصنف الاصغر يبداوا يلعبوا قبل ضد بعضهم، بطبيعه يبداوا عندهم فكره على بعضهم. هاي الرونده الثانيه حاول محمد جمال ممتاز يحاول يضغط، حاول ممكن نتاعو يستغل البدايات يربح النقاط خاصة وأنه أو قرينا دربة كنوعا ما ورينا على مستوى الملاكم عزيز قاسم اللي ممكن فما رجة نجمو نقولوا بلغة الملاكمة رجة صغيرة. حاليا قاعدين نتابعوا في الردة الثانية على مستوى سنف كما قلنا الأصغر هذه المرة. في كل مرة يعني راهو مرة مباراة يعني في صف الأواسط ثم مروحة بين الأصغر وبين الأداني في كل مرة. ألعب ألعب يا جميل محمد جميل بطبيعة الحال ملاكم والجمهور معاك يحاول يشحنوا له البطارية نتاعو ويحاولوا بطبيعة الحال يكونوا معاه بلغة الجمهور وبلغة الفراج وبلغة الملاكمة. يعني حاول الجمهور في بعض الحين يدز مع الملاكمة نتاعو، حاول يرفع له من معنوياته باش يخليه يكسب المنافسة ويكسب ويكسب يعني عفوا المعركة، المعركة في إطار روح الرياضية بطبيعة الحال.
كما قلنا يعني حتى منذ حين صليب الاخضر اللي هو يعني مسؤول على يد الدار حكينا قال يعني الملاكمه اللي ممكن ما خذتش حظها حاليا يعني رياضه اللي كانت يعني على مستوى الاشعاع كان عندها دور كبير حكينا على السبعينات حكينا على التسعينات حكينا زيد على جمهور تونس كان يقول يعني كان النقل تلفز وكانت حتى الناس ما عندهاش لافز ما عندوش تلفزه في الدار تخليه النقل يمشي يسهر ماضي ساعتين متاع الليل وماضي ثلاثة متاع الليل في المقهى يتابع المباريات او ياما فرحوا الجماهير ياما بكاو جماهيرنا وقت كان يعني عنا منافسين كبار برشا ولعل اخرهم يعني المعروف خاصة على مستوى الاشعاع على مستوى الملاكمة محمد علي كلاي حاليا او توا في كل مرة يعني مشكورة يعني هيئة التسعينية تسعينية النادي البنزرتي تقولك في كل مرة نحاولوا نرجعوا هذه الرياضة نحاولوا ندمجوها حتى في البرنامج الاحتفالي مشاهدينا الكرام متابعينا عبر موقع اسما سبور في يتنقل المباشر الروندة الثانية الروندة الثانية توفى الروندة الثانية مشيت راحت كما قلنا يعني في مواجهة في الروندة الثانية في اختصاص الملاكمة بين عزيز قاسم محمد جمال في وزن 60 كيلوغرام حاليا الوقت مستقطع وقت مستقطع دقيقة راحة بطبيعة الحال دقيقة راحة بطبيعة الحال كما قلنا أو قاعدين نشاهدوا في هذا النقل المباشر والاحتفال يعني الجمهور مع الملاعب نتاعو محمد جميل لاعب النادي البنزرتي أو من جديد نحاولوا يعني مع سي توفيق بن دليلة ناخذوه في كلمة الشماريخ حاضرة لهنا في الحلبة بعد الانتصار الشماريخ حاضرة إن شاء الله هذا الجو اللي احنا نحبوه معناتها شيء قشر الهم احنا ماذا بينا ديما المنور هذايا وعمال نخويو فيه اجواء خالق العاده عمري ما ريتها مده 10 سنين تو ان شاء الله تتواصل. سي توفيق المسؤولين كيفاش راح حضور المسؤولين في هذه التسعينيه؟ والله يعطيهم الصحه المسؤولين كلهم حاضرين مسؤولين انسيابيه ومسؤولين التسعينيه يعطيهم الصحه خاطر معناتها مناسبه كيما هذه ما نظنش كان حتى واحد معناتها يغيب فيها يلزمهم يحضروا خاطر جو كبير ويعطيهم الصحه. يعطيك الصحة مشكور سي توفيق بن دليلة في كل مرة في إتلالة على مستوى هذا النقل المباشر وهذا الاحتفال الاحتفال بتسعينية الصيابية احتفال بتسعينية الألوان الصفراء والسوداء هذه المدرسة العريقة اللي أنجبت العديد من اللاعبين العديد من المسؤولين كما أذكرنا مختار بن ناصف على مستوى كرة القدم من سيرج خروح وبين الملاكمة كرة القدم بملا الأسماء حاضرة في هذه التسعينية مبكر الحديد يوسف السواوي خالد القاسمي حسني زواوي صالح شلوف أحمد ورشيدة محمد خان بشير السحباني عبد القادر بن حسن نبيل معنون ماركوس سويل بن راتيا وحسين البجاوي هذه الأسماء اللي أنجبتها مدرسة نادي البنزرتي وبعض الاسماء اللي كانت حاضره في هذه التسعينيه اليوم وهي كما قلنا يعني في البرنامج الجماهير يعني اللي حاضره يعني في مسانده لهذه الرياضه الفن النبي الرياضه الملاكمه مشاهدينا الكرام كما كنا نشاهدوا حتى في الجمهور مولعه بالشماريخ عامل حاله مسخن الاجواء في ملعب البسيري مسخن زاد الحلبة اللي رينا حتى رينا زاد الشماريخ كانت حاضرة كما ريتوا يعني الأجواء أجواء كبيرة برشا في
في ملعب المسيري. الاحتفال بتسعينية نادي رياضي البنزرتي، العديد من المباريات اللي قاعدين نعلقوا عليها وقاعدين زاد ننقلوا فيها عبر كاميرا نسمة اللي تصنع الحدث في هذا النقل المباشر. او حاليا يتعقبين سلاسر عتواني مدرب في اختصاص الملاكمة. رايك في التسعينية ورايك في هذه المباريات واللي تم تخصيصه خاصة في الملاكمة؟ والله بكل صراحة معجب ياسر بالسهرة هذه، وعندنا عليها برشا هذه، عندنا عليها ياسر. المستوى باهي مش خايب، لخاطر تو حاليين ما عندناش ملاكمة، لخاطر حتى الجامعة ماهيش المجامعة معناها جامعة أصلية، والتنظيم كان محكم الحصيلة، فهمت؟ والمستوى كان طيب نتاع الملاكمين والملاكمات، فهمت؟ سي لازر، انت خاصة كمدرب خاصة في الملاكمة، بعض جماهير الاتجاه نوعا ما قوانين الملاكمة، يقول لك الملاكمة يمشي بالو يعني تعتمد على القوة، تعتمد على العنف اللي هو العكس تماما. والله هي الملاكمة أول حاجة رياضة نبيلة، على سموها نبيلة؟ لأن فهمت ولا ما ما ما, ما يلعبوها كان الناس نظاف وعمرهم ما يعمل، لكن المقابلة تدور في الحلبة ومن بعد يهبطوا أصحاب يسلموا على بعضهم ويقعدوا ديما مع بعضهم ويقعدوا ديما في اتصال، هذه تخلق اللحمة الساعة هذه الملاكمة هذه، فهمت؟ هذا هو ما ثم ناس يشوفوا فيها ملاكمة معناها حاجة أخرى. لا سيدي، هذه ملاكمة رياضة نبيلة، وهذه تونس عندها عليها فضل وعملت نتائج طيبة على الصعيد الدولي، فهمت؟ ومثلنا تونس في المحافل الدولية كالألعاب الأولمبية والألعاب المتوسطية، فهمت؟ وكان عندها اسمها تونس في الملاكمة هذه، الدول تخاف منها، لكن ما راعنا المدة هذه الله غالب ما ثماش جامعة أصلية. لكن هاو قاعدة يعني اللعبة هذه في كل مرة هاو تاخذ يعني فرصتها من خلال حتى الجمعيات، لو الجمعيات عندها دور كبير، إذا فما تسعينية وتدخل يعني الرياضة هذه في البرنامج نتاعك بالطبيعة باش يحاول إحياء لهذه الرياضة. مشكور سيدي المدرب بتاعت حارس الأزهر العطويني، يعطيك الصحة، مشكور. أو نرجعوا من جديد للنقل المباشر لاختصاص الأواسط في رياضة الملاكمة بطبيعة الحال في الاحتفال بالتسعينية في اختصاص الملاكمة في ملعب السيري. حاليا بين زوز ملاكمين قاعدين نشاهدوا فيهم توا على الحلبة بين سيف الدين العرفاوي وجمال المسني، مباراة كبيرة برشا والجمهور الحاجة الباهية حاضر. على في بعض الأحيان يعني تكون فما احتفال لكن يكون جمهور غايب، لكن هذه المرة جمهور السيابية صنع الحدث وحاضر. نجم نقولوا المدارج مليانة بالصغار والكبار ونساو الرجال. ممتازة ممتازة، لكمات لكمات مسترسلة من الركلات يعني في جرتها بعضها على مستوى الوجه اللي كان صلتها يعني ملاكم الجمعية منزل بورقيبة سيف الدين. برافو سيف الدين، يحاول يهجم ويرجع. سيف الدين بالالوان البيضاء قاعدين نشاهدوا فيه يحاول يضغط على جمال، على جمال المازني عن جمعيه ماتر. شكون باش يفوز بهذه المباراه؟ او قاعدين نراو حاليا بجمال المازني هو اللي يقبل اللعب، يحاول يعني سيف الدين يحاول يسلط الضغط، يحاول ما يخليش يعني يهرب يعني من الحلبة يعني من ركن إلى ركن آخر، أو يتفادى اللكمة عفوا، يتفادى اللكمة الأولى باليده اليمين، يلعب بيده اليمين برشا. قاعدين شاهدوا فيه بالنسبة لسيف الدين ممكن نقطة قوته في يده اليمين في اللكمة نتاعو، القبضة نتاعو اللي ممكن حديدية، قاعدين نشاهدوا فيه حاضرة في مستوى تزيد لكمات على مستوى الوجه، وجه الملاكم المنافس لاعب جمعية ماتر جميل المازني. حاليا نجمو نقولوا مباريات عديدة اللي تبعناها فما مستوى فما إيقاع كبير، وهذا يعني اللي نحبوا عليه. ماذا بينا بالطبيعة في لمسة نحاولوا في كل مرة أي جمعية يعني تكون عندها احتفال، علاش ليه يعني ما نحاولوش يعني ندمجوا في البرنامج نتاعنا اختصاص
ورياضة الملاكمة، خاصة الجيل هذا اللي تابع الهواية نتاعو. صحيح فما توا ممكن نقولوا كما قلنا حتى في بداية تعليق كرة قدم اللي ناخذ حظها أكثر، لكن الملاكمة اللي هي بطبيعة باش ترجع زادة وتحيي بلاصتها وترجع روحها لبلاصتها الصحيحة. واو حاليا الهجوم لملاكم سيف الدين العرفاوي في مصاف، حيعطيه الصحة يعني أعطى لكمة على مستوى البطن، أو حاليا يطلب يعني السماح من الملاكم المنافس يعني أو راو حتى راو في المباراة هذيا. فما مساج يوصل في المباراة نفسها في المواجهة نفسها بين زوز ملاكمين، حكم في وسط الحلبة يتابع اللكمات، لكمات على مستوى الوجه يبدو لي فيها نقاط، فيها نقاط لسيف الدين. سيف الدين يربح نقاط في هذه الروتة الثانية. قاعدين شاهدوا حتى في زوز مدربين خارج الحلبة يعطيهم في توصياتهم، خاصة في مدرب سيف الدين العرفاوي اللي حاليا كاد يسقط، كاد يسقط على الحلبة، يتفادى السقوط على الحلبة. ممكن قوة اللكمة، قوة القابضة الحديدية خليت الملاكم، ملاكم جمعية ماتر جمال كاد يعني يسقط على الحلبة على الخشبة. علينا يسلموا على بعضهم يعطيهم الصحة برافو. بطبيعة الروح الرياضية حاضرة قبل المواجهة وقبل حتى اللعب وقبل المنافسة. صحيح كل ملاكم يحاول يفرح روحه ويفرح زيد المدرب نتاعو ويفرح العائلة نتاعو ويفرح الجمهور نتاعو اللي حاضر، لكن زيد ما يخرجش على قوانين هذه الرياضة. نحاول يعني في كل مرة نوصلوا رسالة لهذه الرياضة، رياضة الملاكمة. حاليا تابعوا في نقل مباشر احتفالا، نعاود نذكركم اللي تحقوا بنا توا الاحتفال بالتسعينية، تسعينية النادي الرياضي البنزرتي. حاليا شكون اللي باش يفوز؟ شكون اللي باش يربح؟ هذه المواجهة كما قلنا يعني اللي توقعناه سيف الدين العرفاوي هو اللي يفوز في هذه المباراة في هذه الملاكمة. مواجهة كانت كبيرة برشا وكرينا فيها، خاصة نسق كبير برشا، نسق مرتفع بين زوز ملاكمين. باش يتم بطبيعة الحال تسليم الميدالية من طرف رئيس لجنة التسعينية سي جمال علوش، اللي بطبيعة يتم في كل مرة وقت التوفى المباراة يحاول يكرم الملاكم، ويتم بطبيعة الملاكم ياخذوا له صورة تذكارية تبقى له في تاريخه، تبقى تعيش معاه، تبقى ترجعه حتى يعني في قادم الأيام حتى يكبر يعني الملاكم، خاصة وأنه وقت يكون في الصنف الأواسط باش يجي نهار والملاكم باش بطبيعة ينتقل يمر ل صنف الكابر، يرجع شويه بتاريخه، يرجع يتفرج حتى في الصور التذكاريه نتاعو. وحاليا يتم تكريمه من طرف رئيس اللجنه التسعينيه سي جمال العلوش. او كما تراو يعني اخذ صوره تذكاريه حتى زوز ملاكمين يعني يسلموا على بعضهم وصوره مع بعضهم يعطيهم الصحه برافو. يعني كما قلنا يعني في ملعب البسيري كما قلنا يعني حاليا في نقل مباشره، وتو بطبيعه نمشيو من جديد مرحب بين الصنف الصغر والصنف الاكبر والصنف كذلك الاصغر. رينا خاصه في اول مباراه الصنف الفتيات، حاليا قاعدين نشاهدوا في مباراه اواسط بطبيعه باش تعرفوا على خاصه وانه المباريات كثيره. ومشكورين خاصة لنا لجنة التنظيم اللي قاعدين يمدونا في كل مرة بأسماء الملاكمين. في كل مرة قاعدين بطبيعة يمدونا بالأسماء في هذا النقل المباشر في اختصاص هذه المرة أواسط. باش ناخذوا بطبيعة الأسماء، مشكورين كل الزملاء
عزيز الكافي في مواجهة يوسف العوني. الوزن 60 كيلوغرام. شكون اللي باش يفوز خاصة وأن الروندة الأولى انطلقت؟ حاليا زوز قاعدين يهاجموا، زوز ملاكمين قاعدين في كل مرة يحاولوا يسلطوا لكمات أو كما تكمة بيده اليمين من عزيز الكافي، ثم الحكم يدخل بعدهم من بعدهم، ثم ترجع من جيد اللعبة، يرجع النسق من الجيد بين زوز الملاكمين. حاليا تو زدنا نحاولوا ناخذوا في المباشر السيد جمال علوش. حاولوا تو زدنا ناخذوه في المباشر، يحكي لنا زيد على هذه التسعينية. يعني حتى بعد يعني ممكن الجماهير يعني بتبيع اللي فرحانة قاعدة تتواصل زيدا معانا لأن يعني موقع اسم سبورة واللي أمن النقل المباشر، فما زيدا اتصالات حتى في بعضهم يحاولوا يتفرجوا في هذا العرس وفي هذه النجم وقولوا هذا المهرجان بالأحرى أو يلتحق بينا السي جمال العلوش. نحاولوا بما أنه النقل المباشر تحكينا يعني خاصة رأيك في الشباب هذوما اللي قاعدين شادوا في مباراة كبيرة برشا في صنف الصغر والأوس. والله بالنسبة للمقابلات اللي لاحظوا فيهم تويكا في مستوى راقي، وانا كان بحذايا معناتها المدير الفني بتاع الجامعة التونسية للملاكمة وبعض الملاكمين القدامى والمسيرين، معناتها المستوى كان معناتها غير منتظر، مستوى في بداية موسم ربما مستوى ممتاز، فما حماس، فما جو احتفال كما يقولوا غالا دو بوكس، احنا في احتفال متاع بوكس وملاكمة، وان شاء الله هاللقاءات تصير في كل جهات الجمهورية خاطر نجموا نقفز ونجموا معناتها ننجحوا في هالملاكمة هذية الا بالتواجد معناتها مباريات ومنافسات من مثل اللي نشاهدوا فيهم توا. رينا الشماريخ حاضر رينا حتى في الحلبة سي جمال علوش. والله هي الشماريخ ماك تعرف توا هذه جينيراسيون جديدة، احتفالاتها الكل بالشماريخ، هاكريتو الطنبور والشماريخ وبنات ولاد وجو معناتها احتفالي بأتم معنى الكلمة واحد، أما تبقينا ديما راهو في الشماريخ نحاولوا باش نحذيهم هالشباب هذا المتحمس والمندفع باش ما تصير ناشي كوارث، والحمد لله هاكم تراو السهرة ماشية في ظروف طيبة والحمد لله. سي جمال علوش إذا أمكن وتبعي الفرصة السامحة، الجمعيات اللي موجودة في بنزرة اللي تتعاطى رياضة الملاكمة. والله الجمعيات هاك تراهو النادي الرياضي البنزرتي، جمعية زرزونة، جمعية منزل بورقيبة، جمعية ماطر، فما جمعية سجنان زاد ما التحقوش بينا تعذر عليهم اليوم، معناتها العديد من الفرق في الجهة، وتعتبر مدينة بنزرت ولا ولاية بنزرت ككل تعتبر معناتها معقل للملاكمة وخرجوا منها العديد من الأبطال، إن شاء الله ترجع الملاكمة وترجع العهد معناتها الجيد بتاع الملاكمة، وإن شاء الله نراو منافسين ونراو ملاكمين أبطال في المستقبل إن شاء الله. يعطيك صحة، مشكور سي جمال علوش رئيس لجنة التسعينية اللي فعلا معنا في كل مرة، وقاعدين شاهدوا حاليا في مباراة في صنف الأواسط كما قلنا، إن شاء الله تكون بتبيع احتفال يكون على مستوى يعني كل الاختصاصات. رينا يعني اليوم اختصاص يعني الملاكمة رياضة الملاكمة زادة ممكن باش نراو كما حكينا حتى مع المسؤولين في رياضة كرة القدم واللاعبين القدامى حاليا في النقل المباشر قاعدين نشاهدوا في مباراة كبيرة برشا.
كما كنا نحكي يعني في النقل المباشرة وتوا يعني في هذه المنافسة في هذه المباراة يفوز اللاعب يعني في صنف كما قلنا الصغر عزيز قاسم هو اللي يفوز في هذه المنافسة وفي هذه المواجهة باش يتم تكريمه من السيد كما قلنا اللي يشرف على هذه التذارة وهذا الاحتفال وهذا المهرجان تسعينية النادي الرياضي لبنزرتي. سي جمال علوش رئيس لجنة التسعينية يكرم الفائز يكرم بتبيع المنتصر في هذه المباريات في هذه الليلة وهذه السهرة سهرت نجم قول والأبطال على مستوى الملاكمة خاصة وأنه بنزرت الكل يتابع الكل حاضر نجم قوله في ملعب البصيري اللي تم يعني تخصيص ركن لهنا للحلبة الحلبة بتبيع اللي تفرض نفسها وبطبيعة الحال اللي رينا فيها يعني العديد يعني من الملاكمين في هذه السارة وفي هذا يعني المهرجان الابطال في الملاكمة بديناها يعني بالنقل المباشر لاختصاص الفتيات نيال المي اللي كانت لعبت ضد نورس التركي زادة ايوب العيادي اللي كان في منافسة مع احمد الترابلسي وكذلك فراس بوعلي وريان البجاوي وعزيز الكافي يوسف العوني ومحمد امير متلوثي كان في وجهة وسيم النفسي مباريات بالجملة في هذا النقل المباشر كما قلنا يعني في هذا النقل المباشر وما زالت زاد المباريات اختصاص الاكابر في قادم الدقائق باش نتابعوه بطبيعة الحال الجماهير كما قلنا كما تروا على الصورة جماهير حاضرة مولعتها الشماريخ تشتعل في ملعب البصيري ببنزرت كما تروا على الصورة او كما تروا على الصورة الجماهير حتى مولعاتها تتفاعل يعني مع الملاكمين او احلى يعني الصور واجمل الصور مباشرة في هذا المهرجان الاحتفال بتسعينية النادي الرياضي البنزرتي هذا الفريق اللي بتبيع كما قلنا اسمه يحكي عليه تاريخ تأسيسه يحكي عليه يخلينا يعني اليوم حاضرين 12 جويلية 1928 تأسس السي بي واليوم يعني يوم احتفالي بأتم معنى الكلمة الحركية في مدينة بنزرت وكذلك في ملعب البصيري وكذلك فوق الحلبة وبعد لحظات يعني بشراو في اختصاص الملاكمة بطبيعة الحال يعني أكبر باش نتعرفوا يعني على زوز الملاكمين اللي باش يلعبوا اللي باش يتنافسوا حاليا اختصاص 75 كيلوغرام في الملاكمة وقع لي حاليا شاهدوا في ملاكم من السي بي وكذلك فملاكم وسام البجاوي وسام البجاوي قصر الصعيد باش يكون في مواجهة ملاكم النادي الرياضي لبنزرتي ادويس حاليا يعني السلام على بعضها من زوج ملاكمين وباش تنطلق الروند الاولى والمباراة تنطلق الروند الاولى بين ملاكم كما قلنا جمعية النادي الرياضي البنزرتي اختصاص كبير هاي لكمة ممتازة لكمة ساحقة نجم نقولوا من ملاكم السيابي كما قلنا يعني نادر ملاكم النادي الرياضي البنزرتي نادر البنزرتي في مواجهة أسامة البجاوي لعب جمعية تقصر الصعيد في هذه الروندة الأولى لكميات مسترسلة ممتازة قبضة ولا أجمل ولا أروع ولعت المباراة ملا لكمة وملا ضربة ساحقة ملا لكمة وملا ضربة ساحقة القبضة الحديدية
يعني بعد اللكمات من نادر البنزرتي ملاكمة لسابيع صفاقة أسامة البجاوي ملاكم وممثل قصر الصعيد بالضربة الساحقة ممتازة هذه الروندة الأولى حبوها يعني مباراة كبيرة أو من جديد من جديد يتوقف اللعب قوة يعني وقبضة مليانة يعني بلغة الملاكمة على مستوى الوجه بالضربات المسترسلة المستقيمة فما يعني ضربات جانبية اللي تمشي يعني نجم نقولوا ام جنبه وفما زيادة اللي مستقيمة تمشي اللكمة باليد مباشرة مستقيمة على مستوى الوجه بتبيع كما قلنا ما عندكش حق تستعمل اللكمة على مستوى الباتر ما عندكش حق تستعمل اللكمة على مستوى الارجل وما عندكش حق زيادة تستعمل الركلات في هذا الاختصاص هذاك علاش يعني الحكم ينبه في كل مرة احترام قواعد هذا الاختصاص وهذه الرياضة لكمة والأجمل من جديد لكمات ضربات القبضة الحديدية قبضة النمر نجم نقولوا حتى جماهير النادي يعني تتفاعل جماهير النادي الرياضي البنزرتي بما أنا يعني قاعدة تشجع في ملاكم الصيابي نادر البنزرتي وقت مستقطع بدقيقة كما قلنا يعني الجماهير يعني صنعت الحدث لنا في البصيري هذه هي التسعينيات تسعينيات السيابي وهذا اللي نلعبوا عليه وهذا اللي مسخن الاجواء مخلي الامور على العال في كل مباراة ثلاثة روندات في كل مباراة تابعنا ثلاثة روندات وكان هناك يعني فايز وفما الخاسر لكن الروح الرياضية كانت حاضرة في كل المباريات وحاليا اختصاص اختصاص الأكابر في أول مباراة على مستوى اختصاص الأكابر رينا يعني هجومات هجومات والأجمل أروع ولكمات قوية لكمات قوية عنده الكرة على روحه بنية جسدية لملاكمة السيابي بنية جسدية كبيرة برشا بنية كبيرة برشا لملاكمة السيابي أو كاد يفقد يعني توازنه اللاعب الملاكم أسامة البجاوي جمعية قصر الصعيد في الحلبة قاعدين نشاهدوا في مباراة كبيرة برشا حاليا يعني خاصة من الملاكم السيابي اللي في كل مرة يعطيه باليسار باليمين يعاود له بلاكمات وضربات اللي كانت قوية برشا خليت حتى ملاكم قصر الصعيد يفقد وزنه أكثر من مرة كما قلنا راهو خاصة المدرب راهو يحاول يعطي كما تشاهدوا توا على الصورة توصيات ويقول يا اما تعطي لكمة مستقيمة توجهها باليمين توجهها باليسار على مستوى الرأس الخصم كل مدرب بطبيعة وطريقته كل مدرب وتفكيره وهذا بطبيعة وهذا بطبيعة اللي لاحظوا فيه حاليا من خلال توصيات زوز المدربين اللي قاعدين يعطيوا في توصياتهم أو حاليا تنطلق الروندة الثانية بعد توصية المدربين والتحكيم يسقط على الحلبة معاه لكمة معاه لكمة رغم أنه فقد التوازن بتاعه يعني ملاكم القصر الصعيد الآن يعني ملاكم نادي البنزرتي يستمر في توجيه اللكمات يحاول يعني يخليه يفقد توازنه ويسقط على الحلبة مباشرة أو حاليا يا 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 مال لكمة مالا لكمة بصراحة برافو برافو من القوة الجسدية والبنية تبارك الله عليه يعني ملاكمة السيابي نادر نادر كان نادر في توجيه اللكمات ما نعرفوش يعني اليوم ملاكمة قصر الصعيد شنو المشكل أكثر من مرة يسقط على الحلبة حتى الحكم يتدخل حتى الحكم يتدخل ويبدو لي المباراة ماشية في طريقها للانتصار بنزرتي قرش شمال قرش شمال يفقد توازن ملاكم قصر الصعيد القرش ملاكم البنزرتي حاضر اليوم يعني بما انه يعني توازنه كان حاضر على مستوى الحلبة وجه لكمات في بلاصتها في بقعتها
كما تسمع حتى في جمهور نادي البنزرتي. اي 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 السيابي، اي 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 ملاك من عمل حاله، اي 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 نادر كان نادر، اي 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 ملا قوه جسديه، اي 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 ملا قبضه حديديه. كما تروح حتى في مدرب يعني السيابي، مدرب نادر البنزرتي يحاول يعني يعطيه الماء، يحاول زاده يشحن بتوصيات، ويحاول زاده كما تراه يعني المنشفه في يده، يحاول يبرد شويه الملاكمه نتاعو باش تبقى الفورمه حاضره. يلا سيدي الحكم، خلينا نرجع للمباراه، خلينا نرجع للتعليق، نرجع للروندا الاخيره. مباراه مزيانه برشا، مباراه قويه برشا، وهذا اللي نحبوا عليه. حكم باش يعطي الاذن لمواصلة اللعب، مواصلة الروندة الثالثة. الروندة الأولى والثانية مشيت وفات راحت بالجزائري، وسط الطريق الروندة الثالثة في هذا الاختصاص كما قلنا وزن 75 كيلوغرام. مشاهدينا الكرام، مشى الطريق الروندة الثالثة، حكم في الوسط، حكم يأذن بمواصلة اللعب في هذا العرس وهذا المهرجان كما قلنا في إطار احتفال بتسعينية النادي البنزرتي. اليوم يعني تخصيص سارة وعشوية في رياضة الملاكمة. ملا قوة، ملا لكمة، لكمة بيده اليمين هذه المرة، بيده اليمين، قوته في يده اليمين. نادر ملاكمة السيابي، القوة نتاعو في يده اليمنى اللي رناها حاضرة في كل مرة. قوة والهجمة الأول من جديد، يسقط على الأرضية الحلبة، يعني بلغة البوكس شويه ما خلاش يتنفس باللكمات المسترسلة، شويه باللكمات باليمين باليسار هكا هو عاد ما عادش فيها، خاصة وأنه كان حاضر في الفورمة نتاعو مع البنية الجسدية نتاعو الحاضر نادر بنزرتي. قاعدين نشاهدوا في مباراة وزن 75 كيلوغرام صنف الكبر. مشكورين كل الحكام اللي قاعدين بطبيعه منظمين المباريات، السي محمد علي الشريعي، جلال التالبي، اسكندر العباسي، وكل مسؤولين المشرفين يعني على المهرجان. وهذه التظاهره، تظاهره تسعينيه السيابي، كل يعني من توفيق بن بليلة، منذر الجريدي، نجيب المحمدي، الحبيب العربي، بالقاسم مزري، مصطفى المصري، جمال علوس، رئيس لجنة التسعينية، اللي مأمنين يعني يقاموا بمجهود كبير برشا لنجاح هذه التظاهرة ولهذا الاحتفال بتسعينية السيابي. الآن أشكون الفائز سيد الحكم؟ يا إما ممثل وملاكم جمعية القصر الصعيد أو سيابي. السيابي بطبيعة الحال من خلال المجهود اللي رناه الملاكم نادر بنزرتي هو اللي فاز بهذه المواجهة وهذه المباراة بالألوان الصفراء والسوداء بطبيعة الحال، هو اللي يفوز بهذه التظاهرة وباش يتم تكريمه بطبيعة الحال يعني بميدالية، ميدالية الذهبية. وكما تروح على الصورة الجماهير والشماريخ حاضرة تشجع أجمل الصور من ملعب السيري في هذه التسعينية اللي رينا فيها الشماريخ. مشكور يعني زميلنا يعني يمين بورني على الصور اللي قاعد بتبيع يواكب فيها، مراوحة بين الحلبة ومراوحة بين زادة المدارس. بطبيعة الحال هذا من أجل يعني استمتاع مشاهدينا الكرام اللي قاعدين يتابعوا فينا عبر موقع نسمة سبور، وزاد كما تراو يعني تكريم لملاكم السيابي اللي قاعدين تشاهدوا فيه تكريمه بميداليه من طرف رئيس لجنه التسعينيه السي جمال علوش. او كما تراو صوره تذكاريه، اخذ صوره تذكاريه. كما تراو على الصوره كما تراو اجمل الصور مباشره من البصيري اللي يمثل مسرح الحدث.
حتى وزيدا نحاولوا ناخذوا ملاكمة السيابي على المباشر. كما تراو يعني على المباشرة الأجواء نعيشوكم الأجواء مباشرة من ملعب البصيري في مباريات صنف كما قلنا بديناها بالفتيات توا الأكابر ومباراة كبيرة برشا كنا نراو فيها منذ حين. هلا باش نراو زادة حاليا يعني على المباشرة ملاكمة السيابي مباراة كبيرة برشا وانتصار مقنع. الحمد لله يا ربي واحد يخدم ما لقاش في الضايع خمسة سور واحد يخدم مش النيفو اللي طلبناه نحن لهنا باش نلعبوا نحن النيفو نتاعنا اقوى من هكا فما الحمد لله يا ربي الحمد لله على الانتصار هذاك يا ربي يفضلنا السودان وربي يفضلنا اللي وقفوا معنا الكل. رايك في التسعينيه نتاع السيبي كيفاش يعني اعطوه حق الملاكمه؟ والله هما نسينا شويه الملاكمه ما نحن وقفناها التسعينيه نتاع السيبي ونحن كبرنا بهم كما تنجم تقول هكا والحمد لله يا ربي ديما السيبي الحمد لله يا ربي. يعطيك الصحه مشكور. انا باش نرجعوا تو بالصوره للحلبة كما كنا نراو يعني مداخلة في كل مرة مع الملاكمين زادة مع مع الجمهور اللي حاضر مع الأجواء اللي عاملة كيف لنا في ملعب البصيري. كما تراو أجواء كبيرة برشا في ملعب البصيري في هذه السارة احتفال ب تسعينية السيابي. أجمل الصور قاعدين اتابعوا فيها مباشرة. أو حاليا على في انتظار يعني انطلاقة المباراة يعني القادمة بطبيعة الحال بين علي ماتري وأيمن صالح. هذه الأجواء مباشرة من ملعب البصيري. أجواء كبيرة برشا في هذا الاحتفال وهذا نجم نقولوا العرس اللي تشهد مدينة بنزرة الاحتفال بتسعينية السيابي. كما قلنا أجواء على العال أجواء كبيرة برشا في هذه السارة وهذه الأمسية أمسية الملاكمة هذه الرياضة النبيلة اللي قاعدة تاخذ في حظها في كل مرة كما تراو حتى في الجماهير اللي تدخل هنا قريبة يعني من حلبة تتفاعل مع الملاكمة نتاعها تشجع الملاكمة نتاعها.
بطبيعة الحال كل ملاكم عنده جمهوره. اخر مباراة يعني تو باش نشاهدوها، اخر مباراة بين علي الماتري وكذلك ايمن صالح. تنطلق الروندة الاولى، حاليا الروندة الاولى من مباراة كما قلنا علي الماتري الملاكم، ملاكم ممثل يعني السيابي، وايمن صالح ممثل جمعية التدخل ببنزرت. شكون اللي باش يفوز؟ الجماهير تحتفل حتى الان يعني بالملاكم، ملاكم السيابي اللي كان يعني في المباشره معنا نادر البنزرتي. حاليا مباراه ثانيه بين علي الماتري وايمن صالح، جمعيه تتدخل في مواجهه لجمعيه السيابي نادي رياضي البنزرتي، يعني باليمين وباليسار لكمات مسترسله مستقيمه. حاليا تنجح اللكمه، كانت يعني بين القبضه نتاعو ناجحه على مستوى الوجه، لكمة ناجحة على مستوى الوجه، يعاود له تو باليمين تمشي على مستوى الوجه من جديد. الطنبول حاضر لنا في ملعب البصيري قريب من الحلبة اللي تتوسط ملعب البصيري، او حاليا يمسكوا الحكم يتدخل من جديد، يحاول باش يحاول يهاجم من جديد. الماتري علي ماتري قدم ثم لكمة باليسار مزيانة برشا، حلوة 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 من الماتري، حلوة ممتازة جدا، لكمات قوية والأجمل والأروع. وحاليا ما زلنا نتابعوا في الروندة الأولى اللي متواصلة باللعب السيابي علي الماتري وكذلك أيمن صالح عن جمعية التدخل. شكون اللي باش يفوز؟ لمن ستكون الكلمة؟ لمن سيكون الانتصار؟ منافسة كبيرة أو توا جانبية، يعني لكمة مشيت كما نقولوا بالعامية عوجة شوية مجنبة على مستوى الوجه، أو توا يمسكوا ثم يبعد ويعود له بيده اليمين، ووقت مستقطع من جديد، ووقت مستقطع للتوصيات. الجماهير اللي أنا 100% يعني بنزرتية تحتفل بتصعينية السيابية هذه المدرسة العريقة. حاليا الروندة الثانية اللي تنطلق الان، الروندة الاولى مشات وفات راحت، والروندة الثانية باش تنطلق باذن من الحكم اللي يعطي الان الاذن لانطلاقة الروندة الثانية بين الماتري وبين بن صالح. لمن ستكون الكلمة؟ والكلمة جاوبني جاوبني بيده اليمين باللكمة المستقيم على مستوى الوجه القوية، لكمة تاع النمر الصغرون بطبيعة هذه، بطبيعة مازال ينجم يكسب اكثر بنيه جسديه بطبيعه الحال. رياضه الملاكمه اللي بطبيعه تكون عندها العنايه جسديه وذهنيه ومعنويه وفكريه وكل شيء، هذه رياضه نبيله. او حاليا الجمهور قاعد يشجع في ولد السيابي، ولد النادي البنزرتي في هذه التسعينيه اللي يلعب امام ملاكم وحده تدخل. حاليا قاعد مسيطر يضغط عليه، يسدد له لكميه المسترسله في كل مره. برافو عليه، برافو عليه بصراحة. الماتري منذ الروندة الأولى قاعد هو المسيطر وحدود هذه اللحظات، أو حاليا مازال يحاول يربح النقاط. خاصك شجيزو، ملا لكمة ملا لكمة، لكمة مملية، قبضة حديدية على مستوى الوجه عشير اليمين في وجه الملاكم وحدة تدخل ايمن صالح، ما لقاش حتى حل يعني اللكمه الاخيره. حاليا تتوصل المنافسه والروده الثانيه متواصله، وحاليا رغم انه يعني قصر القامه يعني بالمقارنه مع طول قامه
لملاكم ايمن صالح. ملاكم وحده التدخل لانه اخذ حظه على الماتري وقعد مسيطر وقعد ماسك بزمام الامور. وهاو كما تراو فيه كما تراو فيه حاليا يمسكوا من جديد. حكم يدخل بعدهم على بعضهم يعطيهم التوصيات يقولوا لا حدك حد اللكمه حدك حد القبضه الحديديه نتاعك ما عندكش حق تمسكوا. او من جديد من جديد الرونده الثانيه حاليا توفى وباش نمشوا لاخر رونده قبل انطلاقه هذا المهرجان وهذا العرس الاحتفال تسعينيه النادي الرياضي البنزرتي مباشره من البصيري. كما تراو في الجماهير اللي عامله كيف لهنا يعني بجانب قرب الحلبة اللي هي مسرح المواجهة ومسرح كذلك الملاكمة. باش ننطلق الروندة الثالثة الأخيرة. هاي باش ننطلق الروندة الثالثة الحكم يعطي توصياته واحترام بطبيعة قواعد هذه المنافسة هذه اللعبة وهذا الاختصاص كما قاعدين نتابعوا حاليا في الحلبة بين جمعية بنزرت وكذلك جمعية وحدة التدخل بنزرت في علي الماتري ممثل جمعية بنزرت وحاليا بالألوان الصفراء قاعد يصالط في لكمات مسترسلة قاعد هو نجم نقولوا اللي ربح أكثر نقاط. ترجع من جديد المباراة يحاول يهاجم ممتاز ممتاز الماتري الماتري يمطر يمطر وجه المنافس باللكمات المسترسلة قاعد ينوع له يعني باليمين وباليسار قاعد يقبل في اللعب بالنسبة لملاكم وحداتها تدخل. ترجع من جديد المنافسة والهجوم بنزرتي بالاحرى للماتري لكمة باليمين مستقيمة ثم يحاول جانبية الرهيق ظهر بصراحة على أيمن صالح عن جمعية التدخل فما رهيق ظاهر على هذا الملاكم اللي يقبل في اللعب ويقبل زيادة في اللكمات في كل مرة. أو حاليا من جديد حاول ينتظر لكمة أو يربح اللكمة لكمة ناجحة من الماتري علي الماتري في اختصاص كبر 75 كيلوغرام في هذه الليلة وهذه السارة صارت الملاكمة الروندة الثالثة مشيت وفيت راحت زوز ملاكمين يسلموا على بعضهم نشوفوا توا شكون المنتصر شكون الفائز في هذه المواجهة وفي هذه السارة صارت الأبطال صارت الملاكمة في اختصاص 75 كيلوغرام. نعاودوا نذكركم مشاهدينا الكرام أنه يعني هذه السارة اللي تنظمها بطبيعة هيئة التسعينية تسعينية النادي الرياضي البنزرتي اللي بطبيعة رينا فيها العديد من الوجوه والرياضيين السابقين الحاضرين لهنا اللي شجعوا هذه الرياضة وكانوا يعني في تأمين هذا النقل المباشر وفي تأمين هذه المنافسة وهذه التظاهرة كما قلنا مشاهدينا تظاهرة السيابي هذه الجمعية اللي عندها اسمها وعندها بيع وذراع جابت العديد من الملاعبيه وحاليا الحكم يرفع يد الملاكم السيابي وهو بطبيعه الحال كنا نشاهدوا فيه على الحلبه اللي بطبيعه تمتعنا معاه شيخنا معاه في هذه الساره علي ماتري الذي ينتصر اوكي ما تروح الحلبه يصعدوا له يعني انصاره ويشجعوا مشاهدينا الكرام على هذه الصور وعلى هذه كما نقولوا فيها الليله وهذه السهره نخليكم مع الملاكم ونخليكم كذلك مع بعض الصور.